بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. وتغطية خاصة ليلة المباراة، ليلة المباراة المرتقبة بين الترجي والأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. النادي الأهلي حامل اللقب نادي القرن، 9 ألقاب إفريقية، رقم قياسي لم ينجح أي فريق في الوصول لهذا الرقم أو تحقيقه من قبل. يسعى أبناء القلعة الحمراء للحفاظ على هذا اللقب والبداية من ملعب رادس. ملعب رادس بالتأكيد كان هناك ذكريات تاريخية مميزة جدا، سواء بحضور جمهور أو بدون جمهور، لكن النادي الأهلي دائما وأبدا بيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في رادس قبل لقاء العودة. المرة دي الوضع مختلف شوية، كنا الأول بنواجه الترجي في القاهرة قبل الذهاب لرادس. المرة دي يمكن لأول مرة طبقا لظروف القرعة المباراة الأولى هتكون في رادس، ولقاء الإياب هيكون في ملعب الأهلي والسلام يوم السبت بعد القادم إن شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة. لكن مباراة الغد تحمل عناوين كثيرة. عنوانها الأساسي والرئيسي نادي القرن في سعيه للدفاع عن اللقب الإفريقي أمام الترجي التونسي. الفريقين خلال آخر 3 سنوات استطاعوا الفوز بدوري أبطال إفريقيا. أيضا كمان على مراحل المباريات النهائية الأهلي والترجي هو أكثر الفرق وصولا للمراحل النهائية خلال آخر 5 سنوات. النادي الأهلي حقق رقم قياسي بالوصول إلى مرحلة الدور نصف النهائي 17 مرة. لم ينجح أي فريق في الوصول لهذا الرقم القياسي، وبالتالي الكبير كبير القارة الإفريقية غدا ينزل ضيفا، ولكن ضيفا ثقيلا على الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. هذه الليلة هي ليلة المباراة، وبالتأكيد جماهير النادي الأهلي في كل مكان بتنتظر هذه المباراة بشغف كبير جدا منذ أن تأهل الفريق إلى هذه المرحلة وبعد الفوز بالسوبر الإفريقي أمام نهضة بركان. أكتر من حوالي 21 يوم مفيش أي مباريات محلية وإفريقية بسبب طبعا الأجندة الدولية، فالجمهور مستني هذه المباراة بشكل كبير جدا. ثقة، دعم، تفاؤل، كلها عناوين رئيسية إن شاء الله هتكون موجودة في مباراة الغد. حلقة النهاردة هيكون فيها كواليس ومتابعة لآخر التفاصيل والأخبار الخاصة بفريق النادي الأهلي في رادس، خاصة إن اليوم النهاردة كان مليء بالأخبار ما بين اجتماع فني، ما بين تدريب أساسي ورئيسي على ملعب المباراة ملعب حماد العقربي في رادس، أيضا كمان مؤتمر صحفي لكلا المدربين سواء بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ومعاه محمد الشناوي، أو معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي ومعاه طبعا سامح الدربالي أكبر لاعبي الترجي التونسي وخبرة وكابتن الفريق. حلقة النهاردة كمان هيكون فيها تفاصيل فنية وتحليل فني مهم جدا مع 2 من نجومنا الكبار، كابتن شريف عبد المنعم والكابتن أسامة عرابي، وهنروح لتونس ونشوف آخر الأخبار وآخر الكواليس. لكن وأنا ببدأ الحلقة وفي انترو هذه المباراة المهمة لازم عنوانها الأساسي كمان من ضمن العناوين الرئيسية روح الفانيلا الحمراء. مثل هذه المباريات الكبيرة بتلعب على جزئيات صغيرة، لكن من أهم الجزئيات رغم أنها ليست صغيرة لكنها في عقل ووجدان جماهير النادي الأهلي هي كبيرة، وهي روح الفانيلا الحمراء. روح الفانيلا الحمراء مع هذا الجيل بإذن الله هيقدروا يسطروا بطولات وأرقام وإنجازات كما حقق السابقون في بطولات سابقة في الفترات السابقة إن شاء الله. جيل أفشة وجيل ديانج والسولية ومحمد شريف والشناوي قادرون على تحقيق نفس الإنجازات اللي حققها جيل متعب وجمعة وتريكا وبركات في الفترة السابقة. وأفشة كان قال ده حتى بعد النهائي الشهير نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2019 أو عام 2020 أمام نادي الزمالك. الجيل اللي جاي إن شاء الله يحقق كل البطولات. الحمد لله فاز بدوري أبطال إفريقيا، فاز بالسوبر الإفريقي، والآن الفريق في مرحلة دور نصف النهائي تحت قيادة لمدير فني عامل استراتيجية وعامل صخب كبير جدا في القارة الإفريقية، لأن لأول مرة فريق من شمال إفريقيا يختار مدرب إفريقي في مثل هذه الأحداث الكبيرة. ولأنه مشروع فروح الفانيلا الحمراء مع الاختيارات المميزة مع المشوار الناجح حتى هذه اللحظة يقدر الأهلي بإذن الله يسطر إنجاز جديد غدا في رادس حتى لو بحضور 5000، لأن قبل كده الأهلي سطر إنجازات عديدة في رادس بحضور 60 و70 ألف متفرج. لا ننسى 2017 دور الثمانية، لا ننسى 2012 المباراة النهائية الشهيرة، لا ننسى 2006 أمام الصفاقسي، وأيضا ما تنسوش في الكونفدرالية أمام الإفريقي التونسي، أمام كل الأندية التونسية. وكما قالها العديد من المعلقين لولا الأهلي لكان للأندية التونسية شأن آخر. فبالتالي روح الفانيلا الحمراء في مباراة بكرة إن شاء الله هتكون حاضرة، الكل على هبة الاستعداد، روح معنوية عالية، دفعة قوية،
رئاسة الكابتن محمود الخطيب للبعثة في هذه المباريات الهامة والمصيرية بيعطي دفعة قوية جدا للاعبين في مثل هذه المناسبات الكبيرة. فبإذن الله إن شاء الله يقدر الأهلي يعمل نتيجة إيجابية تساعده بإذن الله على لقاء الإياب اللي هيكون بعد أسبوع على ملعب الأهلي والسلام، ولما لا بإذن الله ممكن يكون في حضور جماهيري، لأن الفترة القادمة فيها مفاجآت طيبة بإذن الله، والكل حريص إن شاء الله على نجاح أي مباراة وأي تظاهرة رياضية داخل جمهورية مصر العربية. لو بنتكلم عن روح الفانلة الحمراء، معانا تقرير مهم جدا بنتكلم عن روح الفانلة الحمراء وإزاي الأهلي نجح من خلال هذه الروح المعنوية إنه يكسب بطولات ويعدي من مطبات عشان في الآخر يسعد جماهيره في كل مكان. حلق عالي يا نسر الأهلي، روح الفانلة الحمراء اوعى تنسوها، اللون الأحمر هو رمز البطولة. بس بالمناسبة بكرة المباراة الأهلي هيرتدي الزي البديل لأنه بالتأكيد بيلعب خارج مصر، لكن اللون الأزرق دايما برضو كان رمز البطولة ورمز الانتصارات في ملعب رادس في جميع المباريات أمام الترجي وأمام الصفاقسي حتى أمام النجم الساحلي في العديد من المباريات. لكن طبعا في رادس لينا حكايات، والكل ياما قال وعاد وزاد في هذه الحكايات. إن شاء الله بإذن الله بكرة تكون حكاية جديدة من حكايات الأهلي في تونس مع أشقائنا بالتأكيد في تونس في مثل هذه التظاهرات الرياضية، مباراة رياضية على أعلى مستوى الكل شايفها أنها نهائي مبكر، لأن لو بنتكلم عن 2018-2019 الترجي هو حامل اللقب، 2020 الأهلي هو حامل اللقب، 2017 الأهلي كان موجود في الفاينل. فأنت بتتكلموا عن اثنين أو فرقتين من قمم الكرة الإفريقية والعربية، الأهلي والترجي التونسي. لذلك حتى الترجي لما حب يحضر جمهور على مدار البطولة، أول ما اختارت حضور الجمهور اختار وقت مباراته مع النادي الأهلي، ده عشان قيمة ومكانة واسم النادي الأهلي بيدي المباراة حجمه وقيمته ومكانته. فبالتالي كان حريص أن يكون فيه جمهور حتى لو بأعداد قليلة، 5,000-7,000، لكن هو عايز يحضر جمهور في مثل هذه المباريات الكبيرة، ومش هيلاقي أكتر أو أهم من مثل هذه المباراة، مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأن هو شايفها من وجهة نظره ممكن تكون عامل إيجابي بالنسبة له. لكن طبعا لو رجعنا للتاريخ بالعكس، وجود الجمهور بيكون دافع قوي للأهلي في ملعب رادس. طيب النهارده زي ما قلت لكم اليوم كان مليء بالأخبار والكواليس والتفاصيل الكتيرة في تونس. النهارده بنتكلم عن ليلة المباراة قبل مباراة القمة غدا ب 24 ساعة. فبالتالي الاجتماع الفني النهارده كان صباح اليوم في مقر إقامة فريق نادي الترجي التونسي، وكان بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، وأيضا كمان بحضور مسؤولي نادي الترجي التونسي رياض بن نور مدير أو رئيس فرع كرة القدم في نادي الترجي التونسي، وبوجود الحكم فيكتور جوميز مراقب المباراة المنسق العام، كل الإجراءات اللوجستية اللي موجودة بالتأكيد في خلال هذه المباراة. كابتن سيد النهارده في سياق الاجتماع الفني اتكلم في نقطة مهمة جدا، ألا وهي تقنية الفيديو بروتوكول الفار. كابتن سيد ركز وأكد على هذه الجزئية في ظل أن تقنية الفيديو خلال الثلاث سنوات الماضية لما كانت بتتجرب هذه التقنية في تونس كان بيبقى فيها مشاكل متعلقة بالتنفيذ، إما الأدوات بتتأخر، إما المعدات ما بتكونش جاهزة، أو بيحصل انقطاع في التقنية أثناء المباراة. فبالتالي كابتن سيد النهارده كان بيأكد، وده حق أصيل بالمناسبة للفريق الضيف أو حتى الفريق المضيف، أنه يأكد على وجود التقنية وأن هي تكون شغالة بشكل جيد جدا. حقك في الاجتماع التنسيق والاجتماع الفني أنك تأكد على ده وتطلب ده، لأن ده شرط أساسي من شروط مباريات هذه المرحلة بعد قرار إدارة الاتحاد الإفريقي بوجود تقنية الفيديو. قدامكم على الشاشة هذه اللقطات خاصة وحصرية، مش هتشوفوها في أي حتة إلا من خلال شاشة قناة الأهلي. والنهاردة كان في تغطية ورصد لكواليس وجود تقنية الفيديو بروتوكول الفار في ملعب رادس. بالأمس وصلت التقنية ووصلت كل المعدات في ملعب رادس، والنهاردة كان في تجربة من قبل الحكام ومن قبل طبعا التقنيين والفنيين في ملعب حماد العقربي برادس عشان يشوفوا إمكانية تطبيق التقنية قبل الغد. الكلام ده كله النهاردة كان حوالي الساعة 3 العصر، وزي ما انتم شايفين هذه اللقطات خاصة وحصرية، وده دور مهم جدا لازم ننقله لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، لأن الأهلاوية في كل حتة بعد الأحداث اللي كانت موجودة في البطولات الإفريقية السابقة في العهد السابق للاتحاد الإفريقي كانت في مشاكل كتير قوي بسبب تقنية الفيديو. فالسؤال الأهم بغض النظر عن النواحي الفنية هو الجزء اللوجستي، الجزء التنسيقي، التقنية موجودة ولا لا؟ المعدات عدت من الجمارك ولا لا؟ التقنية هتشتغل ولا لا؟ كل دي أسئلة الجمهور بيسألها من قبل المباراة بحوالي أسبوع 10 أيام. فبالتالي لما تكون قناة الأهلي وكاميرا الأهلي موجودة في تونس، أول حاجة نركز عليها اللي احنا لازم نرصد ده
ونبروز ده لكل الجماهير. قدامكم طبعا التقنيه الحمد لله كانت موجوده، خرجت من الجمارك، كانت بالامس موجوده في ملعب رادس، والنهارده كان بيتم التجربه بالتاكيد مع الطاقم التقني اللي بيشغل هذه التقنيه من خلال تصوير التلفزيون التونسي لهذه المباراه، ان هو بالتاكيد بينتج هذه المباراه. كابتن سيد النهارده بس في جزئيه الفار اكد على حاجه مهمه جدا، قال ضروره عمل الفار ويكون بكفاءه عاليه حفاظا على حظوظ الفريقين. مش بيتكلم على حظوظ الاهلي بس، لا، انت بتتكلم على حظوظ الفرقتين في هذه المباراه المهمه. فبالتالي كان مهم جدا الكابتن سيد يسجل هذه النقطه في الاجتماع الفني، وده حق اصيل لكل فريق في الاجتماع التنسيقي اذا كان ليه طلبات او ليه تعليقات على بعض الامور بيقولها، والمراقب ما عليه ان هو يسجلها، لان محضر الاجتماع الفني بيبقى مهم جدا في اي قرارات او في اي امور بعد نهايه المباراه. طيب الخبر الثاني اللي معايا وهو متعلق بقى بالزي الاساسي والزي الاحتياطي. النادي الترجي بالتاكيد هو صاحب الملعب والمباراه، فبالتالي هيرتدي الزي الاساسي ليه. الاهلي بيرتدي الزي الاصلي ليه اللون الاحمر، فبالتالي هيكون في تداخل، فالاهلي هيرتدي الزي الاحتياطي وهو اللون الازرق. ودايما النادي الاهلي متعود لما بيكون في رادس بيلبس الزي الاحتياطي، وان شاء الله تكون الامور كلها يعني ماشيه بشكل كويس. تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين الى ملعب المباراه، المباراه الساعه 6 بتوقيت القاهره، الفريقين لازم يكونوا موجودين في ملعب حماد العقربي قبل المباراه بساعتين. تم الاتفاق على عدد البدلاء على الدكه هيكون فيها 9 لعيبه، ده بالقرار الجديد للاتحاد الافريقي، 9 لعيبه على دكه البدلاء، مع اتاحه الفرصه في اقامه او اجراء 5 تغييرات على مدار المباراه. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان قال النهارده خبر مهم جدا اسعدنا بصراحه، لان طبعا في ظل جائحه كورونا وتونس حاليا كمان دلوقتي في الموجه الرابعه، بيبقى عندك قلق من فكره السفر والرحلات، ورغم ان الاهلي طبعا بالتاكيد بياخد اجراءات احترازيه على اعلى مستوى منذ ان بدات هذه الجائحه الخطيره في القاره الافريقيه وفي العالم كله. سفر بطائره خاصه، وجود عامل مهمات مسؤول فقط عن التعقيم حفاظا على اللاعبين والجهاز الفني وكل افراد البعثه، الاقامه في فنادق بتطبق الاجراءات الاحترازيه، كل دي امور على فكره البعض ممكن ياخدها عناوين سهله، لكن تفاصيلها فيها شغل دقيق جدا، لان في النهايه لما بتعمل مسحه كورونا لا قدر الله لو في لعيب بيبقى ايجابي بتعمل قلق جوه البعثه. لكن الحمد لله على مدار مشوار الاهلي في البطولات الافريقيه وكاس العالم للانديه سلبيه المسحه، وكل اللاعبين ان شاء الله ال 25 اللي اختارهم بيتسو موسيماني موجودين معاه، وكلهم الحمد لله النتائج سلبيه وجاهزين للمباراه، ونتمنى لهم التوفيق يا رب في مباراه بكره. النهارده التدريب الاساسي والرئيسي للنادي الاهلي على ملعب رادس كان في نفس توقيت المباراه طبقا للاجراءات التنظيميه في مثل هذه الاحداث الكبيره. الاهلي النهارده اتمرن الساعه 6 على الملعب الرئيسي لاستاد حماد العقربي، وده الاسم الجديد لملعب رادس، وكان تدريب خفيف فيما معناه انت بتجرب ارضيه الملعب، بتمشي شويه على ارضيه الملعب، بتجري بعض التدريبات الخفيفه، وفي النهايه التدريب ما بيستمرش اكتر من حوالي ساعه، ساعه وربع، وطبعا بحضور وسائل الاعلام طبقا طبعا للشروط الاعلاميه، ان اول 15 دقيقه بتكون متاحه لكل وسائل الاعلام عشان تصوير التدريبات، لكن بالطبع ما بيكونش فيه اي لقاءات صحفيه، لان قبل هذا التدريب بيكون فيه مؤتمر صحفي لكل فريق بوجود كابتن الفريق مع المدير الفني. طيب خبر مهم كمان متعلق باحمد رمضان بيكهام. كلنا عارفين سوء الحظ اللي بيلازم الاهلي في بعض الفترات، وبسبب بعض الغيابات بتبقى عندك مواجهات صعبه جدا، وكان الله في عون بيتسو موسيماني بيتيجي عليه توقيتات بيكون محتاج لعيبه في ظروف معينه، لكن للاسف بعض الاصابات القدريه اللي بتيجي ممكن بتمنعه من الاستفاده بكل اللعيبه. جابها اليمنى اصابه محمد هاني وعدم سفره في هذه المباراه. احمد رمضان بيكهام شعر بالامس باجهاد، وبالتالي اتعملت اشعه سونار على العضله الضمه عشان نطمئن عليه. الحمد لله النهارده احمد رمضان بيكهام الجهاز الفني والطبي طمنا على حالته، وشارك في جزء من المران، واستكمل باقي الفقرات في تدريبات فرديه تحت اشراف الجهاز الطبي واخصائي التاهيل، لان الاصابه اللي عند احمد رمضان بيكهام عباره عن اجهاد خفيف في العضله الضمه، لكن باذن الله الكل هيكون على اهبه الاستعداد غدا. اكرم توفيق النهارده كانت طلعت اشاعه والعادي خلال هذه الفتره قبل المباريات الكبيره، اذا ما لقيتش اشاعه ليها علاقه بالصفقات او بالتعاقدات هتلاقي الاشاعه طالعه لاعب مصاب، مشكله جوه الفريق، غضب مش عارف مين. هو دايما كده في مثل هذه المباريات الكبيره والاهلي داخل على مراحل حاسمه لانه خلاص هيقترب من منصه التتويج، في ناس بيبقى ليها الهدف ان هي تطلع اخبار ما تفهمش سببها ايه ووراها ايه. النهارده طلع خبر ان اكرم توفيق مصاب. اكرم توفيق خلال التدريبات الاخيره كان بيتمرن تدريب بالكامل، جهاز الفني النهارده خبر رسمي بينفي اصابه اكرم توفيق، واللاعب شارك النهارده في التدريبات، وبالتالي
الاصابه اللي كان تعرض لها في كدمه او خد كدمه في قصبه القدم مع المنتخب الاولمبي، الحمد لله شفي منها وبالتالي سافر مع الفريق وانتظم في التدريبات خلال الفتره الاخيره ليعلن جاهزيته ان شاء الله في مباراه الغد. لكن الاختيارات التشكيل محدش عارف، في سريه شديده جدا على تشكيل فريق النادي الاهلي في مباراه بكره. طيب في تفاصيل اكتر ممكن تكون متعلقه بالتدريب. تونس النهارده بالتاكيد كان في امور متعلقه بوجود تقنيه الفيديو، الاجتماع الفني، المؤتمر الصحفي، في حاجات بالتاكيد النهارده اكيد حصلت في تونس كثيره جدا. لكن انا عايز اطمنكم كمان على نقطه مهمه جدا بصراحه، بامانه الاستقبال هناك في تونس كان على اعلى مستوى، والنادي الاهلي بقيمته الكبيره ونادي الترجي بقيمته الكبيره، الاستقبال كان بيعبر عن مكانه الترجي كنادي كبير بيستقبل اسم كبير زي النادي الاهلي، وده مش في المطار بس فور الوصول في مطار قرطاج، لا لغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها. التامين، جهود السفاره المصريه بصراحه هناك على اعلى مستوى، كل الامور التنظيميه واللوجستيه متوفره للنادي الاهلي بنسبه 100%. الحمد لله ما فيش اي حاجه هناك تعكر صفو الفريق قبل هذه المباراه المهمه. بالتاكيد النادي الاهلي هيكون في نفس التبادل بالتاكيد في استقبال الفريق المنافس فريق الترجي، ودي عاده النادي الاهلي على فكره، يعني حتى اذا لا قدر الله تم استقباله في اي سفريه وفي اي رحله اخرى، ده بيحصل في بعض السفريات في بعض الدول الافريقيه وبعض البلدان الافريقيه. لكن في نفس الوقت النادي الاهلي ما بيحبش يتعامل بالمصداق، بيستقبل اي فريق بيجي له بمعامله جيده، فما بالكم بقى لما يكون فريق الترجي بيستقبل الاهلي استقبال عظيم زي ده، فاكيد هيكون المعامله بالمثل واستقبال الترجي بنفس قيمه ومكانه النادي الاهلي وايضا نادي الترجي التونسي. طيب وانا بتكلم على التفاصيل والاخبار، النهارده كان في مؤتمر صحفي لبيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي للنادي الاهلي. اتكلم كمان على فكره بيتسو موسيماني، خبره كبيره، خبره كبيره في القاره الافريقيه. وانا بتكلم على بيتسو موسيماني النهارده كان في مؤتمر صحفي، لكن عايز اتكلم على بيتسو موسيماني كمدير فني جنوب افريقي بيقود النادي الاهلي، عنده خبره كبيره جدا في القاره الافريقيه. بيتسو موسيماني نقدر نقول من المدربين القلائل اللي حقق دوري ابطال افريقيا مع فريقين مختلفين، ده ما حصلش مع كذا مدرب الا اثنين، كان من ضمنهم الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه. لكن بيتسو موسيماني حقق دوري ابطال افريقيا عام 2016 مع سان داونز على حساب الزمالك، عام 2020 مع النادي الاهلي على حساب الزمالك، فبالتالي اشتغل مع منتخب جنوب افريقيا، اشتغل في كاس العالم 2010 اللي استضافته بلده في جنوب افريقيا، اشتغل مع مدرب برازيلي طبعا على اعلى مستوى. بيتسو موسيماني عنده خبرات كبيره جدا في القاره الافريقيه، مدرب تجده في مثل هذه الاحداث الكبيره، تجده في مثل هذه المباريات الكبيره. عايز تعرف قيمه المدرب تعرف قيمته في المباريات الكبيره، ووقت لا قدر الله بيكون عنده غيابات ازاي بيقدر يشتغل على هذه الغيابات. كمان كلامه في المؤتمرات الصحفيه، وبالمناسبه انا بقول النهارده كان في مؤتمر صحفي، كلامه في المؤتمرات الصحفيه جزء من شغله في المباراه. الناس تقول لي ما هو المؤتمر الصحفي انت بتقول تصريحات عشان في النهايه انت بتعبر عن استعدادك للمباراة، لا جزء من المباراة هو المؤتمر الصحفي. قدامكم على الشاشة بالتأكيد دلوقتي دي أرقام بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي في الموسم الحالي محلي وإفريقي، 34 مباراة لعبهم أو كان بيقود بيتسو موسيماني فيها النادي الأهلي، فاز 21 مباراة، تعادل في 9 لقاءات، خسر 4 مباريات، ليه أو أحرز مع الأهلي 59 هدف بينما مني شباك الأهلي ب 23 هدف. بالتاكيد انتوا بتتكلموا على ارقام كويسه. مدرب على فكره جه في فتره ما كانش فيه فتره اعداد، ده جه في شهر اكتوبر قبل لقاء الوداد في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا العام الماضي بحوالي اسبوع 10 ايام، دخل على الفريق بسرعه، اشتغل، راح المغرب فاز على الوداد في كازابلانكا 2 بهدفين، ولما جه القاهره قدر يعمل نتيجه كبيره وسكور وفاز 3 وتاهل للمباراه النهائيه. ما كانش فيه فترات يقدر فيها يعمل اعداد، يختار لاعبين، يعمل سكواد، اشتغل على القايمه وعمل كمان شغل مميز جدا خلال الفتره الاخيره. بيتسو موسيماني وانا بقدم التقرير حقق دوري ابطال افريقيا بالقاضيه ممكن، فاز بالسوبر الافريقي بعد غياب اكثر من 7 سنوات عن دولاب بطولات النادي الاهلي. تقرير مهم جدا عن بيتسو موسيماني، تعالوا نشوف التقرير بيقول ايه وبعد كده نرجع لسه عندنا تفاصيل واخبار كتيره بخصوص متابعه كواليس الاهلي في تونس. فرض بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي نفسه على الجميع داخل القاره السمراء
بعدما أثبت للجميع بما لا يدع مجالا للشك قدراته الكبيرة التي كانت سببا في نجاحه كمدرب ليتعاقد معه نادي القرن الإفريقي، لتبدأ قصة جديدة في تاريخ الأهلي وبيتسو مغلفة بالبطولات والألقاب والإنجازات. بيتسو يجيد جيدا قراءة المنافسين ويضع يده دون غيره على نقاط القوة والضعف في المنافسين ليضع الخطة الأنسب لكل لقاء وسط معرفة تامة بقدرات لاعبي المارد الأحمر وخبرة تامة بكل ما يتعلق بكرة القدم الإفريقية، ليبقى دائما القبطان الذي يقود سفينة الفريق الأول لكرة القدم بأمان نحو منصات التتويج. وإذا كانت جماهير الأهلي مؤمنة بقدرات موسيماني، فإن أول من آمن بموهبته التدريبية وقدراته على التدريب الأحمر كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي لم يتردد في إسناد المهمة لبيتسو موسيماني في ظروف صعبة، لكن الأخير كان عند حسن الظن ليقود الفريق للنجمة التاسعة على القميص الأحمر ويعيد الأميرة الإفريقية إلى الجزيرة بعد غياب 7 سنوات، ومن قبلها يساعد في حسم لقب الدوري ثم التتويج بكأس مصر وأخيرا اقتناص كأس السوبر الإفريقي. ولأن الأهلي مختلف عن غيره ولأن فلسفته الدائمة هي البحث عن المزيد من البطولات، فإن مجلس إدارته وجماهيره ولاعبيه وجهازهم الفني لا يفكرون سوى في السعي قدما نحو اللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا. موسيماني وكتيبته رفعا حالة الطوارئ قبل مواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمتهم في الإياب كخطوة هامة نحو العاشرة. أهلا بحضراتكم من جديد. بيتسو موسيماني فارس الرهان مع الأهلي في الأدغال الإفريقية، ولما لا قد يحقق الثلاثية هذا العام بإذن الله دور أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي. طيب، من أهم الأمور في هذه المباريات الكبيرة طاقم التحكيم، والناس كلها بالتأكيد عارفة أن الفترات الأخيرة كان في مشاكل تحكيمية كثيرة في المباريات الإفريقية، وفي أزمات كانت بتحصل بسبب الحكام الأفارقة، والنادي الأهلي يا ما تعرض ل مشاكل تحكيمية وظلم تحكيمي في العديد من المباريات، سواء الموسم الحالي أو الموسم الإفريقي السابق أو حتى الفترات السابقة. هذه المباراة يمكن تقدر تقولوا سابقة لم تحدث من قبل. فيكتور جوميز الحكم الجنوب إفريقي هو اللي هيدير هذه المباراة في تونس. إحنا دايما متعودين أن الحكام الكبيرة أو الحكام الصفوة أو الحكام اللي دايما لما بتلاقي غلطة ممكن تكون غصب عنه مش مقصودة يجي لك في مصر، ما يطلع لكش بره. ركزوا كده وارجعوا للتاريخ شوية، أيام ما كان مثلا جمال حيمودي أو محمد بن نوزة أو رضوان جيد كذا حكم كان معظمهم كان بيجي لك هنا في مصر، لكن يطلع لك بره في مباريات كبيرة أمام الترجي أمام الفرق الجزائرية أمام الفرق المغربية كان بتبقى قليلة قوي لما بتحصل. لكن معنى أن يجي لك فيكتور جوميز في تونس ده شيء رائع جدا وشيء طيب. ليه؟ هو حكم بيفرض العدالة وما بيفرقش معاه هو المباراة بيديرها فين، ودي نقطة مهمة جدا في أي حكم بيدير مثل هذه المباريات الكبيرة. هو بيبص للملعب وبس، مش فارق معاه الجمهور، وبيبص على الوان فانيلات الفرقتين، وانا هنا بلعب في ارض الفريق ده فاعمل له حساب. في حكام بيعملوا كده وشفنا ده في فترات سابقه، في حكام اتوقفوا بسبب كده. لكن لما يكون فيكتور جوميز في مباراه بكره لو لا قدر الله حصلت اخطاء، على الاقل انت من جواك نفسيا بتبقى مرتاح وعارف ان الحكم ده حكم محترم معرض انه يخطا، لكن الخطا بتاعه خطا وارد، مش الخطا اللي هو انت بتبقى عارف ان هو متعمد، لان الحكم ده ممكن يكون ذكي شويه بيحب لا يحجمك في منطقه نص ملعبك ويعرف ازاي يطلع بالنتيجه اللي ممكن يريح بيها الفريق صاحب الملعب. كلنا عارفين المباريات الافريقيه ومتابعين على مدار السنوات اللي فاتت بتحصل كتير قوي، لكن لما يجي لك فيكتور جوميز في هذه المباراه لا شيء رائع. وعايز اقول لكم الفتره الاخيره في مساله التحكيم في افريقيا الوضع يا جماعه هيبدا يتغير، بس واحده واحده، مش بنفس ما القوه او الناس ما فاكره انه هيتغير بسرعه، لا واحده واحده، لان انت بتتعامل مع مجموعه هي اللي كانت بتشتغل على الاقل اخر 6-7 سنين، فعشان تبدا تجهز او الاتحاد الافريقي يجهز مجموعه جديده دي بتاخد وقت. واكبر دليل على ده فيكتور جوميز هو حكم بكره ومعاه الحكم الزامبي جاني سيكازوي في غرفه تقنيه الفيديو. هل هيحكموا الماتش وخلاص مش موجودين في مرحله نصف النهائي؟ لا، ده بعدها باسبوع الاثنين رايحين هيحكموا مباراه في الكونفدراليه، رايحين المغرب يحكموا مباراه الرجاء وبيراميدز، بس العكس بقى
ليه حصل العكس؟ ان الحكام الافارقه النخبه المميزين عددهم قليل قوي في الفتره الحاليه، فهتلاقي جانيس الكازوي في المغرب مباراه الرجاء وبيراميدز هو اللي بيدير المباراه، وهتلاقي فيكتور جوميز هو حكم تقنيه الفيديو. طيب مباراه بكره بوجود التقنيه ولا مش بوجود التقنيه؟ احنا عرضنا لكم في بدايه الحلقه طبعا صور ولقطات حصريه من ملعب رادس بتاكد الحمد لله المعدات والادوات خرجت من الجمارك، طلعت من الجمارك الحمد لله وبقت موجوده في ملعب رادس. النهارده كان بيتم طبعا تجربه هذه التقنيه وتجربه المعدات، وبيشوف المعدات مدى جاهزيتها، وده مهم جدا يحصل. عايز اقول لكم على معلومه، تقنيه الفيديو بروتوكول الفار دي للمره الثالثه يكون موجود في ملعب رادس. المره الاولانيه عام 2018 او المره الاولى عام 2018 الاهلي والترجي النهائي اللي كان فيه احداث كلنا عارفينها، يا رب ما تتكررش تاني، التقنيه اصلا ما وصلتش وكان في مشكله في الجمارك والمعدات وصلت متاخر فالتقنيه ما اشتغلتش. النهائي الشهير بين الترجي والوداد والمحكمه الرياضيه والفيفا والكاف فضلت النتيجه معلقه لمده سنه كامله لان الجمارك كانت معطله التقنيه ووصلت متاخر، ولما وصلت متاخر كان في ازمه كبيره على هدف تسلل ولا مش تسلل، هدف وليد الكارتي لاعب الوداد امام الترجي، وهذا الهدف كان سبب رئيسي في تغيير امور كثيره جدا داخل الاتحاد الافريقي حتى على راس القيادات اللي اتغيرت في الاتحاد الافريقي في السنوات الاخيره. النهارده التقنيه بتصل قبل المباراه ب 48 ساعه، هي ما وصلتش النهارده، دي وصلت امبارح اخر النهار. والنهارده تم التجربه، لاول مره التقنيه توصل تونس وتوصل ملعب رادس قبل ميعاد المباراه 48 ساعه، انا بقول لكم على معلومه مؤكده، لاول مره التقنيه تصل الملعب قبل المباراه 48 ساعه، لكن في جزء مهم تشتغل. النهارده اتجربت والامور الحمد لله جيده جدا. بكره باذن الله برضه هيتم التجربه قبل ميعاد المباراه بساعتين من خلال الطاقم التقني ومن خلال حكام المباراه عشان يتاكدوا في النهايه بالمشهد العام. تقنيه الفيديو عباره عن ايه يا جماعه؟ لو نستعرض برضه بعض اللقطات اللي كانت معانا في بدايه الحلقه، انت بتتكلم عن عربيه اذاعه خارجيه موجوده بالخارج مع العربيه اللي بتنقل المباراه. انت مش من عربيه التلفزيون اللي بتنقل المباراه هي التقنيه، لا. التقنيه والبروتوكول، انت المفروض التطبيق الامثل لازم يكون معاك عربية خاصة لتقنية الفيديو زي ما انتم شايفين على الشاشة دي، مخصصة فقط لتقنية الفيديو بوجود جانيس كازوي ومعاه اتنين فار اسيست، اتنين مساعدين. جرى العرف ان بيكون حكم تقنية وحكم معاه ايه فار، لكن الاتحاد الافريقي حاطط في هذه المباراة وفي معظم المباريات حكم تقنية ومعاه اتنين حكام مساعدين في الفار، من ضمنهم حكم للتسلل. العربية اللي قدامكم بيبقى فيها خاصية أو ضبط التسلل، قدامكم حتى كمان رسم الملعب، صورة الملعب مرسومة إزاي على الجدران العربية. طيب في أرضية الملعب الشاشة اللي من خلالها فيها الكوميونيكيشن والاتصال مع العربية الخارجية واللي فيها تقنية الفيديو مع الحكام. كمان الاتصال اللاسلكي ما بين الحكام مع تقنية أو عربية تقنية الفيديو. الأمور دي يا جماعة خدوا بالكم رغم إن هي دقيقة جدا، لكن عشان تشتغل وتجربها صح محتاجة منك مساحة وقت. المرة دي جت بدري وبتتجرب بدري، فالطبيعي لما تشتغل بكرة هتشتغل بدون أي مشاكل، مش هيكون فيها أي مشاكل بإذن الله، لكن قبل كده هي كانت بتتأخر، فبالتالي كانت بتعمل مشكلة كبيرة جدا في المباريات الحاسمة والحساسة في الفترات السابقة. كمان عايز أأكد على جزئية مهمة جدا ليها علاقة بتقنية الفيديو. الاتحاد الإفريقي لما حط في هذه المباريات حكام تقنية فيديو جاب حكام النخبة الصفوة في مثل هذه المباريات، حتى قلت لكم الحكم هيتكرر في المباراه الثانيه. يعني النهارده دول موجودين معانا في دوري ابطال افريقيا نصف النهائي. لا، عشان الحكام دول هم النخبه حاليا، هم رايحين المغرب بس مباراه في الكونفدراليه في اياب نصف النهائي. مباريات الوداد وكايزري تشيفز نفس الامر. مباراه القطن وشبيبه القبائل الجزائري فيها طاقم تحكيم مصري بالمناسبه. امين عمر هيكون حكم ساحه ومعاه في تقنيه الفيديو طارق مجدي ومحمود عاشور. في كلام مهم جدا في هذه الجزئيه، لكن قبل ما اطلع بقى واتكلم على فيكتور جوميز وتاريخ فيكتور جوميز المميز جدا، عايز برضه اقول لكم حرص الاتحاد الافريقي على جزئيه مهمه جدا. في بعض الدول وبعض الملاعب مش هتكون في العواصم، يعني الحمد لله دوري ابطال افريقيا الاربع فرق الاهلي الوداد الترجي كايزر تشيفز موجودين في العواصم كلهم، جوهانسبرج كازابلانكا القاهره تونس، لكن في الكونفدراليه في فرق في اماكن بعيده عن العواصم. الكاف عشان حريص يطبق التقنيه وما تحصلش مشاكل البطولات السابقه نقل مباريات في العواصم عشان التقنيه تكون موجوده، فما تقلقوش ان شاء الله الجاي هيكون كويس وخير. واحنا كده كده ما بنفكرش الا في العداله، احنا مش بنتكلم عشان تبقى حاجه لصالحنا غير قانونيه، لا ده احنا بنتكلم كل ده عشان العداله.
وعشان العداله تبقى موجوده بكره هيدير المباراه فيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي اللي هو يعتبر من اهم واميز حكام القاره الافريقيه. ممكن يكون حكم كويس جدا لكن لا قدر الله ممكن يكون في يومه او مش في يومه، دي امور بقى بترجع في النهايه الى استعداده هو لهذه المباراه، لكن كلنا ثقه في طاقم التحكيم يعمل مباراه كبيره جدا وما تكونش فيه اخطاء مؤثره في ظل ان التقنيه موجوده، فبالتالي اي خطا لا قدر الله مؤثر كده كده التقنيه هتتدخل في هذا القرار عشان تعدل وتصوب اذا كان في حاجه مش مظبوطه. طيب فيكتور جوميز تاريخ طويل مع التحكيم الافريقي. فيكتور جوميز على مدار سنوات طويله كان بعيد عن المباريات الحاسمه، لكن في الاداره الجديده للاتحاد الافريقي ابتديتوا تسمعوا اسمه كتير في الفتره الاخيره. نطلع نشوف في تقرير تاريخ فيكتور جوميز وتحديدا مبارياته اللي ادارها مع النادي الاهلي كانت الفترات السابقه ابرزها ايه، وبعد التقرير نرجع لان لسه عندنا كلام مهم جدا واخبار جديده من رادس. تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي بصافرة جنوب إفريقية بقيادة الدولي فيكتور جوميز الذي يتميز بالجدية واللياقة البدنية العالية والتواجد مع الكرة في كل أرجاء الملعب، فلا يكل ولا يمل طوال 90 دقيقة وتشعر الأندية بالارتياح لتواجده نظرا لحرصه الكبير على العدالة ومنح كل طرف حقه. فيكتور جوميز صاحب 38 عاما ولد في جنوب إفريقيا لوالدين برتغاليين في جوهانسبرغ في 15 من ديسمبر عام 1982، وظهر جوميز للمرة الأولى في الدوري الجنوب إفريقي في موسم 2008 وتم اختياره أفضل حكم في جنوب إفريقيا مرتين 2012-2013 و2017-2018، وهو ضمن فئة النخبة لحكام الكاف والفيفا وحصل على الشارة الدولية عام 2011 وهو في 28 من عمره، وهو رجل أعمال يمتلك مصنعا خاصا. أدار جوميز للأهلي عدة مباريات أهمها أمام القطن الكاميروني والنجم الساحلي وكمبالا سيتي الأوغندي ووفاق سطيف الجزائري، وتعد المباراة الأشهر لصافرة جوميز مع الأهلي أمام النجم الساحلي في نسخة 2017 عندما فاز الأهلي بسداسية مقابل هدفين في إياب نصف النهائي. وكانت المواجهة الأخيرة للأهلي أمام الوداد المغربي في إياب نصف نهائي النسخة الماضية وفاز فيها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصعد الأهلي لنهائي البطولة التي توج بها على حساب الزمالك بالقاضية ممكن ليحصد النجمة التاسعة في تاريخه. صافرة الجنوب إفريقي مثلت الخير على المنتخب المصري خلال ثلاث مباريات شهيرة أبرزها في مواجهة الكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا 2019 وأمام أوغندا بتصفيات مونديال 2018 وكذلك أمام تونس بتصفيات الكان 2019، ونجح الفراعنة في حسم المواجهات الثلاثة. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انتم شفتوا في التقرير فيكتور جوميز خدتوا بالكم ادار مباراتين في القاهره الفتره الاخيره، مباراه الوداد نصف نهائي العام الماضي مباراه الاياب ومباراه الترجي قبلها او مباراه النجم الساحلي في القاهره، قليل جدا لما بيجي لك بره مصر، لكن ان شاء الله باذن الله نشوف مباراه موفقه جوه بكره باذن الله سواء على المستوى التحكيمي او حتى على المستوى الفني ونطلع بنتيجه ايجابيه. طيب بالنسبه بقى للمستوى الفني، بيتسو موسيماني النهارده كان في مؤتمر صحفي وقلت لكم بيتسو موسيماني بيتعامل مع المؤتمرات الصحفيه على انها جزء من المباراه، لأن التصريحات اللي بتتقال قد تنعكس إيجابا أو سلبا على اللاعبين أو حتى على الفريق المنافس أو على الإعلام اللي بالتأكيد بيصدرها للجمهور، وبالتأكيد بيكون في تداول للمعلومات والتصريحات اللي بيبقى ليها تأثير بنوعا ما على قبل المباريات سواء على الفرق أو حتى على اللاعبين. بيتسو موسيماني النهارده في المؤتمر الصحفي قال تصريحات مهمة جدا واتكلم على لاعبي النادي الأهلي جنود بيشتغلوا عشان يسعدوا جماهيرهم. نتابع في هذا التقرير تصريحات بيتسو موسيماني وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن أسامة عرابي وتحليل مهم جدا وكلام مهم جدا عن مباراة الترجي والأهلي غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في المؤتمر الصحفي لمباراة ذهاب ست دور نصف النهائي من قبل نادي الكاف دوري الأبطال بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الأهلي المصري. بنرحب بمستر بيتسو موسيماني مدير الاهلي
ودكتور عمرو محب الترجمه وكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي. هنبدا بكلمه من مستر موسيماني ومن كابتن الشناوي وبعد كده السلام عليكم. Yeah, of course, we all know the nature of the game, of this kind of a game between Lahli and Esperance. Everybody knows the importance of the game. طب بالطبع كلنا عارفين طبيعه الماتشات دي بين الترجي وبين الاهلي، والكل عارف اهميه المباريات دي بين الترجي والاهلي. It's not the importance only about qualification to the finals. It's also important to the history and the brands of the team. ليس فقط اهميه للتاهل عدم التاهل، لا كمان للبرستيج والعلامه التجاريه للانديه والتاريخ الانديه. So we هيك بتكلم، كنت عايز حاجه؟ لا طب اوكي اتفضل. نعم؟ المصور ذا فوتوغرافي از هير. بعد اذن حضرتك، بعد اذنك اتفضل. اتفضل عشان مش عارف كده. اتفضل. من فضلك اقعد عشان بس الترجمه، عشان حضرتك مقصر على تركيزه لو سمحت. من فضلك شكرا. Yes, a very difficult game. We all know that. ماتش بغاية الصعوبة، كلنا نعلم ذلك جيدا. We come here with respect to Esperanza. جينا هنا طبعا كل احترام للترجي. As we have respected everybody from last Champions League title, even on this one, wherever we've been, we've respected everybody. We never disrespected any opponents. نحترم دائما الخصوم بتاعتنا، سواء في البطوله اللي فاتت او البطوله دي، بنحترم كل فرقه بنلعب قدامها. Because our humility is very important. يعني التواضع شيء مهم جدا. But we are here to compete. لكن طبعا احنا موجودين هنا عشان ننافس. And we believe like any other coach that plays a game that believes that they can win the match. طبعا احنا مؤمنين كاي مدرب تاني طبعا فرصه بالفوز بالمباراه. The question is easy, of course it's not. طبعا ده شيء مهم، ده اجابة سؤال واضحة جدا طبعا. Especially here in Tunis. خاصة هنا في تونس. But we are here to compete. جينا هنا عشان ننافس. Esperance has got a good name. النادي الترجي اسم كبير. عنده خبرات في بطولة افريقيا. That's why they're in the semi-finals. ولذلك متأهل نصف النهائي. لو سمحت خليه يكمل إجابة ثم ترجم. بالنسبة للتلفزيون مقطعة بشرة. طيب أنا ما أعرفش حضرتك قلت إيه. طب يعني أبدأ من نكمل ما كده بالطريقة دي؟ أوكي فندم حاضر. عليكم السلام خير. أوكي فندم خلاص أوكي. أوكي فندم اتفضل حضرتك. Okay, I see we came in a while. What does he want? He wants to give a paragraph and translate for a back paragraph. Oh, then for the television. Follow after. Yeah, follow after. Okay. There's another one coming. Should I continue? Yes. Yeah, okay. As I said, Esperanza has got a good name and big experience in Champions League. So as Ali have the same experience, but yeah, they've got a very, very good coach that I have big respect, and who has won a lot of titles in the Champions League, and I have big respect for him also. But as I always say, that we are Ali, we are Lahli. Lahli will always be Lahli. So. We have an obligation to our supporters. We have obligation to our families. We have obligation to the brand that we are the soldiers that came here on a mission. And we believe that if you make the semi-finals,
they might as well as make the finals. And when you make the finals, you must make as well as win it. And that has been our route even last year. هو بيقول طبعا نادي زي ما قال بيعيد تاني، نادي الترجي نادي كبير واسم كبير، بس الاهلي برضه نادي كبير واسم كبير. هو بيكن كل احترام لمدرب الترجي، فاز بالقاب كتيره للترجي، بس احنا هنا طبعا عشان نفوز، ده التزامنا تجاه جماهيرنا والتزامنا تجاه عائلتنا ان احنا نفوز ونجيب اللقب. احنا طبعا الماتش موجود هنا بندافع عن فرصنا ان احنا نفوز، ولو فزت في الدور قبل النهائي المفروض برضه تتاهل للنهائي وتفوز، وده اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت وفزنا باللقب. اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد فقره مهمه جدا، تحليل فني بقى واستعداد كلا الفريقين، فريق الترجي صاحب الارض والملعب والجمهور، وفريق النادي الاهلي بالتاكيد في هذه المباراه اللي بيسعى لتحقيق نتيجه ايجابيه. هذه الفقره بالتاكيد بينورني وبيشرفني فيها اثنين من نجوم النادي الاهلي اللي بالتاكيد على المستوى الشخصي وحشوني جدا، لكن بسعد دايما لما بكون موجود معاهم في اي استوديو تحليلي او كلام بخصوص المباريات الكبيره، سواء للاهلي في المباريات المحليه او حتى المباريات الافريقيه. ابدا باحد نجوم النادي الاهلي واللي بالتاكيد بسعد بوجودي معايا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. منور الدنيا يا كابتن شريف. منور وبالتوفيق ان شاء الله، ودايما كده في مكانك ونسعد بيك يا محمد. الله يخليك كابتن شريف. ايضا احد نجوم خط الدفاع، ولما بتشوف الاوفر بتاعه اوفر رايح جون على طول، كابتن اسامه عرابي. كابتن اسامه منور الدنيا. اهلا بك يا محمد، وسعيد بوجودي معاكم مع كابتن شريف، وان شاء الله تبقى حلقه سعيده مع جمهور النادي الاهلي والفوز بكره ان شاء الله. حلقه مهمه جدا، مهمه جدا. وبعدين كان من انشط لاعبي خط الوسط، مش اوفرات بس ولا لا، امن وامان لعيب كنا نتمناه دلوقتي، وكنا بنشوف ديانج ولا حاجه بنشم ريحة. أيوة. أسامة عرابي في هذا المكان يعني. بالظبط. طالما بقى أيوة. لا لا. ترافولتا الكرة المصرية ده والله مش بهزر. لا لا. مفيش باك يقف قدامه، يعني مفيش حاجة اسمها. عشان أنا بلعب وداري مسنود. يعني المواقف اللي هي واحد ضد واحد دي قليل دلوقتي، إن بتلاقي واحد عنده جرأة إن يروح للباك. هو كان على طول الاختراقات الطولية دي إنه يعدي من أي باك، وطبعاً أهداف ونجم كبير يعني. انا اتشرفت ان انا لعبت معاك ولعبت مع يعني جيلك وجيل كابتن خطيب. انا اللي بتشرف بالتاكيد بوجودي مع اثنين من نجوم النادي الاهلي، كابتن شريف او كابتن اسامه. طيب مباراه بكره مباراه صعبه جدا كابتن شريف، وانت بتتكلم على نهائي مبكر ومباراه قرارات كتير في الفترات الاخيره، بدون الدخول في اي تفاصيل فنيه اللي لسه هنتكلم في تفاصيل كتيره. اولا وانت شايف المباراه دي من اولها كده، وحاله الزخم الاعلامي والاهتمام الجماهيري، وكان الفرقتين اخر مره اتقابلوا 2018 النهائي الشهير اللي كان برضو في بعض الاحداث، فبالتالي لسه الناس بتتكلم عن فكره لا زي ما كسبنا صن داونز وكسبنا الزمالك وكسبنا الوداد، انت محتاج تكسب الترجي عشان تعوض اللي حصل في الفترات السابقه. بتنظر للمباراه ازاي وشايفها ازاي في ظل كل هذه المعطيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا بس مش انا بس اللي بنظر للمباراه، اسامه يقول لك وانا اقول لك، وانت عارف احنا لما بنخش بطوله بنبقى رايحين عندنا مفهوم واحد، نحن ان شاء الله في الفاينل، ان شاء الله بنهدي البطوله لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره اللي انت شايف طبعا المجهود الكبير اللي بيعملوه، ولمصر كلها. فانت بيبقى عندك في كل دور بتلعبه هذا المفهوم، انت رايح عشان تكسب، رايح عشان تعدي هذا الدور. تعالى نتكلم على الدور اللي احنا بنقابل فيه الترجي. النادي الاهلي ونادي الترجي عندهم مقومات البطل الفرقتين الحقيقه، يعني لما تقعد تشوفهم كده على الورق واسلوب لعبهم ووصولهم لهذه المنصه السيمي فاينل، وان احد منهم هو اللي هيكون في الفاينل ان شاء الله يكون الاهلي، هتلاقي فيهم صفات كتيره جدا، صفات البطل. انت البطل وحامل الكاس والبطوله، والعشره كانت بتتقال مجازا، خدت بالك يا اهلي العشره ونتمنى، فجاه بقت واقع، فجاه انت وصلت بقيت على منصه مباراتين، مباراه ان شاء الله تحرز فيها هدف وتبقى الحكاية خلاص، ترجع من هناك بهدف، ترجع متعادل، ترجع كسبان، تبقى خلاص 60-70% من المهمة انتهت، ترجع أعصابك هادية، مفيش ضغوط نفسية اللي أنا بتعرض عليها بكرة. أسلوب موسيماني بأسلوب طريقة اللعب اللي كل واحد فينا بيحلم إن احنا يكون لينا ضغط على شمال أفريقيا هناك اللي هو الترجي، إن احنا يكون لينا عمق هجومي في ملعب رادس بإذن الله بكرة، اللي هو احنا دائما وأبدا في هذا الملعب بيكون لينا هذا الشكل. عندنا شخصيه الاسامه يقول لك لعيبه بتروح على لعيبه وبترقص واحد وبيشوطوا التصويبات الضربات الثابته
النيرف اللي كان موجود مع سان داونز للهدف اللي انت جبته بدري هناك على ارضهم. فمهما كانت الصعوبات عندك انت، مهما كانت عندك الغيابات، مهما كان عندك الاصابات، يعني بقولك الاهلي رايح ما فيهوش اصابات، الاهلي رايح عندك النهارده ضاف عليا محمد بيكم وكده، بيكم سيبك من محمد هاني خلاص، احنا بيكم واكرم بيقولوا في اشترك شويه المده يعني. فجهاز فني بيمتثل لشكل ازاي يديك النتيجه، يعني كان كل اخواتنا هنا في الاستوديو يقول لك تكسب ولا تلعب، لا انت هنا عايز تلعب للامان، عايز تكون ليك وجود قدام الفرقه اللي قدامك تخاف منك، عندك انياب، عندك قد الاسم، قد التيشيرت، هم ينيموك في التصريحات، يطلع معين الشعباني يقول لك انا بلعب فرقه كبيره، انا ما عجبنيش الاهلي، هو حر قدام سان داونز، هو يدفع لعيبته، يدي نفسيات للناس كلها، انا ماليش دعوه، انا ببص في ورقتي، ببص في امكانياتي، ببص لو قفشه هيلعب ان شاء الله بكره يبقى شكله عامل ازاي، او لو مش هيلعب الاثنين التانيين او الثلاثه اللي هيلعبوا، اذا كان حسين شحات وطاهر مثلا ومحمد شريف، الانياب فين واجايه معاهم والدنيا كلها. النهارده عوده علي معلول مثلا بتدي ثقه كبيره جدا للعيبه كلها، ايمن اشرف موجود، عندك جميع العناصر اللي هي تقدر يعني تقصد قبل اللي هي تقصد بوصف بيها الخبره. تمام، لعيبه ذو خبره، لعيبه ذو بنون من اول حارس المرمى بتاع محمد الشناوي لغايه محمد شريف، عندي لعيبه اصحاب خبرات كتيره وقابلوا الحكايه دي، يا ما ضيقت على راس طبول معاهم، وبيبقوا لعيبه ملتزمه ويطلعوا في الاخر يتوجوا ليه؟ هم ملتزمين مركزين من اول ما نزلوا من الطياره في تونس، في تونس. والحظ والدفع والدوافع هي اللي وصلتنا في المكان اللي احنا فيها. طيب كابتن اسامه، كابتن شريف اتكلم على ان المباريات دي تكسب ولا تلعب، مباراه بكره ممكن تلعب وتكسب ولا المباراه شايفها ازاي؟ لان دي برضه دي وجهه نظر بتبقى مطلوبه في مثل هذه المباريات الكبيره، وانت بتلعب على مرحله النوك اوت، يعني مباراتين 180 دقيقه تصل للمحطه الختاميه على طول في كازابلانكا يوم 17/7. ما فيش شك ان اللعب الجيد هو اللي بيجيب غالبا نتيجه جيده. قليل لما بتلعب باسلوب او بطريقه مش مظبوطة دفاعيا وهجوميا، لأن الكرة في مجملها مهما كانت الفرق حتى لما بنشوف أمم أوروبا هي في مراحل فيها في نواحي دفاعية وفي مراحل فيها في نواحي هجومية، في فرق بتعرف تلعب بأداء جيد وتكسب وده الغالب، لكن أحيانا زي ما أنت قلت أحيانا بس مش على طول إنك بتلعب بأسلوب ما بيبقاش فيه شكل جمالي قوي، ولكن بيبقى فيه تركيز خططي قوي مثلا في النواحي الخططيه، انك تقفل على مفاتيح لعب معينه، تقفل بطريقه معينه، تطلع بنتيجه معينه عشان مثلا في ماتش عوده، احيانا ده بيحصل لكن مش القاعده، القاعده انك تلعب كويس وتكسب، ده 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 في العرف في العالم كله، يعني غالبا الفرقه اللي بتكسب في النهايه هي اللي لعبت احسن في معظم المباريات، يعني في اي بطوله. فالمقولة دي أحيانا بتبقى موجودة ولكن مش طول الوقت. مباراة الترجي صعبة لينا وليهم أكيد. وليهم هم أكتر، الترجي احنا واجهناه 20 مرة فلما بتقابل فرقة 20 مواجهة، ده دليل أولا على قوة الفرقتين، إنه تملي الأهلي والترجي في معظم البطولات من ساعة ما احنا ابتدينا 82 واحنا بنواجههم في مراحل كتيرة. يعني انا سنة 90 مثلا واجهت الترجي، رغم انها واجهت فرق تونسية اخرى زي الافريقي وزي المرسى التونسي وزي النجم الساحلي، ولكن انا الترجي من زمان واحنا بنقابله فترة العشر سنوات الاخيرة كتير، اكتر من كتير. فترة التسعينات كتير لانه كان معاه في التسعينات كان يا الافريقي يا الترجي في الغالب، يعني كان الافريقي متسيد قوي في الثمانينات مع مع الترجي، يعني هم كانوا دلوقتي ده النجم الساحلي دخل في الفترات الأخيرة، الصفاقسي دخل، الإفريقي بعد شوية رغم إن شعبيته لا تقل عن الترجي في تونس يعني. فالترجي إنك تقابله 20 مرة ده معنى إنه الفرقتين تقال في إفريقيا في القارة، بطولات طبعا النادي الأهلي كتيرة جدا، بطولات أيضا الترجي كتيرة، ووصل لمراحل النهائي أو خد البطولة برضو كتير، فالرقم كبير انك بس الحمد لله التفوق 8 فوز للاهلي يعني فاز 8 ترجي فاز 4 وتعادلوا 8 مرات مظبوط، حتى الاهداف احنا لينا 24 وعلينا 19، يعني احنا التفوق لينا
ولكن هي مواجهه صعبه بكل المقاييس. يعني فرق شمال افريقيا عامه لما بتلعب بعض بتبقى الامور فيها نواحي خططيه قوي وحساب قوي مع بعض، وعشان كده النتائج الا فيما نظر زي مباراه 6-2 مثلا مع الاهلي تلاقي النتائج قريبه، تلاقيها 1-0 2-1 2-0 يعني تملي النتائج 3-1. يعني غير لما بتيجي تلعب الفرق الافريقيه السمراء ممكن جدا ماتشات كتيره تكسب 5 مثلا او 6 او كده، مع فرق شمال افريقيا بتلاقي المواجهات بتبقى مقفوله تكتيكيا شويه منهم ومننا على فكره، يعني احنا الاثنين بنبقى العمليه، فلذلك المباراه هتبقى صعبه ما فيش شك. ولكن ما زلت بقول انه النادي الاهلي انا اتفق مع كابتن شريف، وهو البطل وهو بطل البطوله اللي فاتت تمام. وهو الاكثر تتويجا، واعتقد ان شاء الله ان فرصه اكبر اذا كان اللعيبه في الحاله الطبيعيه ان شاء الله بتاعتهم. يعني طيب عشان نعرف الحاله الطبيعيه ونشوف حاله الفريق واستعداده للمباراه، لان كمان قبل ما اروح لتونس في سؤال كنت هقول لك عليه يا كابتن شريف. خد بالك لاول مره او من فتره طويله كنت دايما بتروح تلاعب الترجي الاول هنا وبعد كده تروح تونس، المره دي الامر معكوس، انت راح تلعب في رادس. بس قبل ما تجاوب استنى بس انا هقول لك على حاجه بس بسرعه اسامه فتحها عليا، المباراه صعبه على الاهلي هناك وصعبه على الترجي عندنا هنا تمام. مين اللي هينجح انه يقتنص من الثاني هدف يبقى في مسيرته يدور يوصل الفاينل. طيب نروح لتونس مباشره مع الزميل العزيز فاروق صلاح مفد قناه الاهلي، موجود مع البعثه نشوف اخر الترتيبات اخر الاخبار، واليوم النهارده كان مليء بالكواليس والاخبار. مساء الخير يا فاروق، تحياتي ليك وتحياتي الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي ليك ولكل افراد البعثه. طبعا كل التحيه ليك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحيه طبعا لكباتننا الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يا محمد زي ما اتكلمت كان يوم طبعا مليء بالكثير من الامور، كان ابتدى مع الاجتماع الفني لمسؤولي الاهلي وايضا مسؤولي الترجي التونسي، ومن خلاله تم حسم الزي الرسمي اللي هيظهر به فريق الترجي في هذا اللقاء، والزي الرسمي الاكيد والمعتاد لفريق الترجي التونسي اللون الاحمر والاصفر والشورت الاسود، بينما النادي الاهلي هيكون ارتدائه للزي الازرق. من الامور مهمه جدا اللي شدد عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ في هذا الاجتماع هي تقنية الفار، وكان توقف فيها كثيرا الكابتن سيد عبد الحفيظ في الكلام مع مسؤولي الكاف على ضرورة وجود تقنية الفار وانها تكون بتعمل بصورة سليمة. والنهارده احنا موجودين في المران الرئيسي للنادي الاهلي على استاد حماد العقربي او الاستاد الاولمبي برادس، شفنا كل الامور اللي بتتم على تقنية الفار ووجود يعني غرفة الفار وكل الاجهزة الخاصة بالفار. طبعا محمد اللي كان المران الرئيسي النهارده لفريق النادي الاهلي كان قبله طبعا المؤتمر الصحفي الخاص بمستر بيتسو موسيماني وايضا معين الشعبان. بالفعل انا عايز اخد من كلام الكابتن شريف عبد المنعم لما اتكلم على ان المباراه صعبه هنا في تونس وايضا صعبه في القاهره، دي كان كلام معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي اللي تحدث عن صعوبة اللقاء، وقال ان دايما مواجهات الاهلي والترجي التونسي ما بتتحسمش في المباراة الاولى وبنسبة 90% او اكتر من 90% بتتحسم في لقاء العودة، ودي امور شفناها في نهاية 2012 وشفناها في نهاية 2018. تحدث عن قوة النادي الاهلي وقوة عناصر النادي الاهلي، وقال ان اخر النسختين طبعا النادي الاهلي كان بطل نسخه 2020 ونادي الترجي كان بطل نسخه 2019. طبعا يا محمد في حاله من الهدوء في الاوساط الاعلاميه التونسيه الخاصه باللقاء، في حاله من الهدوء، حاله من يعني ايه تقدر تتكلم على حاله من الثقه في قوه اللقاء وايضا احساس بقيمه ومكانه النادي الاهلي وقوه عناصر النادي الاهلي، ده امر مدي حاله من الهدوء. يعني كل الاوساط الاعلاميه بتتكلم يا محمد بتتكلم على ان المباراه نهائي مبكر، ان المباراه قويه ما بين الفريقين، صعب جدا انها تتحسم بنتيجه كبيره. الجميع بيتوقع ان اللقاء ممكن هنا ينتهي بهدفين اقصى تقدير، الجميع بيبقى صعب التكهن بمين اللي فايز، كتير بيتكلم على قوه النادي الاهلي وان النادي الاهلي قادر انه يحقق الانتصار هنا في تونس. طبعا انطلق المران، طبعا الامور الفنيه محمد المستر بيتسو موسيماني بيحاول يركز على بعض الجمل، طبعا مش هنستفيد في الكلام عنها، لكن انت عارف المباراه بتحسم على تفاصيل بسيطه. مستر بيتسو موسيماني طبعا بيحاول يشتغل على كل كبيره وصغيره، بيحاول يشتغل على الاعداد النفسي ومحاضرات الفيديو اللي بيعقدها مع اللاعبين.
ملم بكل الطرق اللعب اللي بيلعب بيها فريق الترجي التونسي. وبالمناسبه يا محمد من خلالك ومن خلال قناه النادي دي ان شاء الله هقول لك التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي في ختام يعني حديثنا. هقول لك التشكيل اللي بنسبه 99% هيكون تشكيل الترجي لهذا اللقاء. طيب. طبعا مستر بيتسو موسيماني انت يعني وجود اصابه او اجهاد خفيف في العضله الضمه لاحمد رمضان بيكهام. مستر بيتسو موسيماني اشتغل على اكرم توفيق في مركز الظهير الايمن وبنسبه كبيره اكرم توفيق هيكون طيب. هو فاروق. الظهير الايمن طبعا احمد رمضان بيكهام شارك. طيب اتفضل يا محمد قبل ما نخش بس في التفاصيل دي لان في امور الجمهور برضه عايز يطمن عليها. ارضيه ملعب رادس خلال الفتره الاخيره اتلعب عليها 3 مباريات للمنتخب التونسي والنهارده واحنا متابعين بعض اللقطات هل الارضيه تاثرت شويه بالمباريات الوديه للمنتخب التونسي هل مش في نفس الحاله اللي شفناها في السنوات السابقه؟ عايز اعرف منك الجزئيه دي وبرده الجزئيه الثانيه الحضور الجماهيري هل في كواليس اخبار معلومات الصحف التونسيه النهارده مثلا وانت بتشوف الجرايد كتبت ايه الاجواء عندك حتى فندق الاقامه الجماهير التونسيه بتتكلم عن ايه الاجواء اللي ممكن الناس مش شايفاها من خلال رصد الكاميرا اللي موجوده مع الفريق سواء في الفندق او حتى في ملعب التدريب؟ خليني يا محمد نتكلم على النقطة الأولى نقطة الأرض الملعب. بالفعل يا محمد أنا يعني كنا حريصين إن احنا نسأل على أرض الملعب وسألت مسؤولي الملعب قال إن في عملية صيانة تمت خلال اليومين الماضيين لأرض الملعب. النهاردة في المران شفنا أرض الملعب أفضل بكتير جدا من اللقاءات اللي شفناها للقاءات الودية للمنتخب التونسي. عملية صيانة تمت على مدار يومين لأرض الملعب اللي ظهرت بصورة أكثر من رائعة النهاردة. بالنسبة طبعا للحضور الجماهيري النادي الترجي التونسي كان تلقى خطاب بالموافقه من الاتحاد الافريقي على 5000 متفرج. الكلام اللي احنا بنسمعه يا محمد ومن الاوساط ومن يعني القريبين جدا من الاحداث في معسكر او يعني من نادي الترجي التونسي قال لك من المتوقع ان العدد يبقى اكتر من 5000 لكن الاتحاد الافريقي سمح ب 5000. النهارده ايضا في الاجتماع الفني المسؤول الكاف شددوا على مسؤول الترجي التونسي ان العدد ما يزيدش عن 5000 لكن يا محمد النهارده بالمناسبه ان نادي الترجي التونسي طبعا نزل شروط للحصول على دخول ارض الملعب ابرزها الحصول على لقاح كورونا الحصول على مسحه بي سي ار ما يكونش مر عليها 72 ساعه. النقطه الثانيه اللي هي مسحه رابيد تيست ودي كان بيعملها مسؤول الترجي التونسي اليوم من الساعه 8 صباحا وحتى السادسه مساء كانت اعداد غفيره يعني اكتر من 5000 يا محمد بتتكلم في اكتر من 5000 او 10000 كانوا موجودين النهارده. طيب انت عارف اداره نادي الترجي التونسي كانت هي بتتكفل بالامر مجانا ده الشق الخاص بي عدد الجماهير. الاتحاد الافريقي بلغ نادي الترجي التونسي ب 5000 متفرج لكن اللي احنا بنشوفه من الاوساط يا محمد ان العدد ممكن يتجاوز ال 5000 متفرج. اعتقد هيبقى فاروق صعب جدا لان خد بالك لما الكاف بيوافق على العدد بيحط شرط وشرط تحذيري بشرط الا يزيد هذا العدد. لكن اخر حاجه اختم معاك فيها انت كنت عايز تقول التشكيل المتوقع للترجي ويبدو ان عندك معلومات ممكن تقول لنا التشكيل المتوقع للترجي ونختم معاك. اتفضل يا فاروق. بالفعل يا محمد التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي وخليني اقول لك ان في نقطتين مهمين. معين شعباني بيعاني من ازمه كبيره جدا ان محمد علي بن رمضان عنده انذارين وبيتجنب بيحاول ان هو يتلاشى حصوله على انذار ثالث في المباراه الغد يعني لضمان وجوده في مباراه العوده. وايضا بعض كان يعني في اصابه الانيس البدري ولكن هو شارك في لقاء في تدريب الامس الفريق الترجي التونسي. تشكيل الترجي محمد لهذا اللقاء هيكون المعز بن شريفيه في حراسه المرمى قدامه اثنين قلبي دفاع عبد القادر بدران وخليل شمام في اليمين حمدي النجاز وفي الشمال اسلام الياس شتي في منتصف الملعب الثلاثي كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بلغيس. ويعني لو هيبقى في تغيير محمد هيبقى ما بين عبد الرؤوف بلغيس وغيلان شعلاني هيبقى ثلاثه في خط الهجوم حمدي الهوني انيس البدري وخالد عبد الباسط اللي طبعا هيقود هجوم فريق الترجي نظرا لايقاف طه ياسين الخنيسي. تمام. طيب زميلي العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والاخبار وبالتاكيد طمنتنا اكتر على البعثه والاجواء هناك بخصوص مباراه بكره ان شاء الله. كابتن شريف كنت عايز اتاكد منه بس عن معز بن شريفيه ان هو اللي هيبتدي هو اللي هيبدا حارس اساسي الحارس الاساسي هو فاروق. اقول لك ليه المنتخب التونسي كان داخل معسكر في الاجنده الدوليه حوالي بيلعب 3 مباريات طبعا ده عكسنا احنا كنا واخدين اجازه في الاجنده الدوليه. فقبل المباراه الاخيره معين الشعباني طلب من منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي انه يستعين بمعز بن شريفيه ومحمد علي بن رمضان وساب فاروق بن مصطفى في معسكر منتخب تونس لغايه اخر يوم. فبالتالي انت معاك معز ومعاه محمد علي بن رمضان قبل المباراه بحوالي 6 ايام 7 ايام. فاروق جالك قبل انطلاق المعسكر ده بحوالي 48 ساعه.
فالطبيعي من الاجواء باين ان معز هو الاساسي. معز كمان شارك في اخر لقاء شباب الوزداد. مع شباب الوزداد هو الاساسي. هو فاروق بن مصطفى لعب ساعه ضربات الجزاء بالظبط اللي هي الحاسب اللي هي الفصله. هو هو على فكره هو الاساسي مش هما الاثنين بيتبادلوا. في فتره ركب معز بن شريفيه وفي فتره ركب فاروق بن مصطفى. مش مهم يعني بالزبط. هما يعتبروا بالشكل اللي عندهم هو القوام الاساسي بتاعهم يعني انا مش شايف عندهم اي غيابات يعني. هي بالمناسبه دي افضل مجموعه عنده لكن على الدكه مش هتلاقي الدكه بقى يعني. انت بتتكلم هو بيتحرك في 12 لعيب كتير. يوم ما بتفكر بقى في مجموعه بدلاء خمسه يغيره مش هتلاقي بنفس قوه الاسامي اللي موجوده ديت. لكن ارجع للسؤال اللي سالتك يا كابتن شريف في جزئيه المره دي الوضع مختلف. لقاء الذهاب في رادس لقاء العوده في القاهره ده عكس ما كان بيحصل خلال اعتقد 10 سنين الاخيره. والله انا بحب كده يعني بحب اعمل نتيجه كويسه جدا وان كان مهما حدث في اللقاء الاول انا عندي ماتش تاني بالنسبه لي بيبقى في القاهره. مع ان انا كاهلاوي وبتمنى ان المباراه تخلص في اول شوط يعني اللي هو عندهم. بحاول ان انا اعتبر ان انا ما عنديش مباراه تانية يعني بحب مفهوم وانا بلعب بره ارضي ان انا بهاجم ما بديش فرصه للفرقه دي تبقى سبيرير عليا لغايه نص ملعبي زي ما قلنا الاطراف بتاعتهم ازاي نقفل عليهم ازاي الدراسه اللي هي الفنيه بتاعه الجهاز الفني تركيز وانت الاهدى وانت الخبره وانت عندك من نوعيه اللعيبه اللي ازاي تقدر تبقى عندها حاله تركيز في الاستحواذ. استحواذ وانطلاقات الاطراف عندك في نفس الشيء. عندك شكل الفرقتين شبه بعض كتير قوي. مين فيهم اللي ما عندوش ميز باس كتير؟ الميز باس ده هو اللي بيأذي كونتر اتاك لاي حد في اي وقت. هما بيبقى عندهم حته ان هو بيلعب على ارضه. اللي طمني شويه سامع خدت بالك ان في حكم زي جوميز ده في الملعب فيكتور جوميز ده يعني الحقيقه اللي مش مطمني اكتر راجل على الفار يعني. بس بالعكس صاحب يعني القرار في المباراه هو حكم الساحه. انا بقول لك يعني فده اللي مطمني ان في حكم كويس طبعا. حكم فير بلاي راجل حقيقه كل السي في بتاعته ان حتى نفسيا انت كلاعب وانت بتلعب في الملعب وراجل ده بيحكم لك بتحس انك انت مش مطلوب منك غير انك تأدي. مش مطلوب منك غير انك انت تركز معاه. الحاله البدنيه مفيش ظلم يعني. في فير بلاي في عداله اللي هيلعب احسن يكسب ما قلناش لا. انت اللي مطلوب منك تنفذه في وسط مطلوب منك في 90 دقيقه دي مفهوم اللاعب نفسه اللي مش يقولك يعني. في واحد يقول لي هو مستر موسيماني هيعمل لي ايه النهارده؟ لا خلاص احنا النهارده بكره انت اللاعب اللي هتنفذ. مستر موسيماني عنده توقيتات التغييرات امتى؟ تقييمات اللعيب اللي عندك امتى؟ ازاي يبقى جاهز بالبدايل؟ ازاي يبقى جاهز بالفكر؟ ازاي ككوتش كله بيبص على الماتش من كل. فدايما السؤال يقول لك ايه هو موسيماني بكره هيعمل لي ايه؟ موسيماني هيديني ايه؟ موسيماني مش خلاص العمليه بقت عندي انا كلاعب كوره. امكانياتي انا ايه؟ ربيعه هيلعب مباراه كبيره ونسقف بنون ايمن اشرف علي معلول عايزين الناس كلها متشوقه انها تشوف اداء جيد من جميع الخطوط في عندك. انت بتقول لي هناك البدائل عندك حاجه مفتخره. لما قعدت ابص البدائل عندي انا كده لقيت من اول اجاييه ل وليد سليمان كهربا وليد سليمان دول لعيبه ذو خبرات ذو تهديفيه يعني يغيروا مباراه يا اسامه في اي وقت ينزلوا وهو نازل حتى معهم بواليا يعني. لما اللعيبه دي بتلعب وبيبقى واقفين على رجليهم أكيد. وقادرين بيعملوا كل حاجه اكيد. انا هو ده القرار بكره بتاعي. قراري انا بكره ان انا شايل فرقتي وشايل مفيش حد بيترقص. واحد الاقي واحد جاي بيغطي بسرعه مش يقولك ده مش مكاني لا. ودايما الحائط الاول لصد اي فرقه احنا بنلعبها هو الخط الهجوم. انك انت بتدافع من الاول. احنا طول عمرنا بنعمل كده بندافع من الخط الاولاني. اتمنى بس ان مستر موسيماني يخليهم تلت ملعب مش لغايه نص ملعبنا يعني نبقى بندافع بعد 10 يارده من منطقه الجزاء بتاعتهم. نبقى احنا موجودين هناك عندنا عمق حتى لو عايز يعمل الطويله اللي هي الخطره جدا اللي هي بيستفيد منها حسين الشحات او بيستفيد منها محمد شريف او العكس محمد طاهر لما بيخش او قفشه او وات ايفر اللي يكون موجودين. انا ما اعرفش تشكيل بكره هيبقى شكله ايه بالتوفيق. انما احنا لازم يبقى موجود في منطقه جزاء الخصم. ده مكسبك الاساسي بكره. ليه؟ لان ده الفاينل يا اسامه. انا مش الفاينل اللي هروح العبه مع الوداد. ده بكره الفاينل. انا لما اكسب بكره ان شاء الله هو ده اللي هيوديني للاكبر للريز للكاس وانا بشوفه بقى يعني استعدادات تانيه خالص تفوق تاني خالص كل حاجه وقت وكله ليه اوانه
تكون عندك لعيبتك كلها جاهزت اصاباتك كلها فربنا ان شاء الله باذن الله يوفق اللعيبه بكره ويوفق الجهاز الفني في اختيار العناصر وفي 90 دقيقه اللي هيلعبوها باذن الله. طيب ده كان كلام الكابتن شريف عبد المنعم، لكن عندي سؤال للكابتن اسامه ومحتاج يفكر فيه شويه، لان انا هستغل وجوده معايا النهارده لان عايز افكره بحاجه وهربطها ما بين 2016 و2021. كابتن اسامه عربي كان معاك مارتن يول في 2016 ولما لعبته مع الوداد في الرباط خمس ايام ست ايام في المغرب ريحتوا الفرقه فيها اكتر ما اتمرنت. مباراه الاهلي والترجي المره دي الفريق ريح كتير قبل ما يلعب مع الترجي. هربط دول مع بعض بس اطلع الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم ولسه عندنا تغطيه مستمره في متابعه احداث لقاء الترجي والاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، واستكمال بالتاكيد الفقره الحواريه في ليله مباراه الترجي والاهلي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب قبل ما نكمل حوارنا معانا مداخله مهمه جدا عبر السكايب مع الكابتن راضي الجعيدي نجم الكره التونسيه، بالتاكيد معانا دلوقتي على الهواء مباشره من خلال السكايب. كابتن راضي اولا برحب بيك على شاشه قناه الاهلي، بنسعد دايما بوجودك معانا كاحد نجوم الكره التونسيه، بنعتز بيهم على المستوى الشخصي وعلى المستوى الكروي، وفي ضيافتي بالتاكيد اثنين من نجوم الاهلي الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي، بيوجهوا التحيه ليك. السلام عليكم كابتن محمد خويا، متشكر. عليكم السلام. ونسلم على ضيوفك زاد الكرام شريف واسامه. الكابتن هذوما معناتها عندهم يعني تاريخهم وقبلهم وقدرهم في الكره المصريه وخاصه مع الاهلي، وبالطبع يعني المشاهدين يعني متشكر على ضيافتكم ليا. طيب واحنا بنستعد والعد التنازلي لمباراه الترجي والاهلي، وهي مباراه الكل بيقول عليها هي المباراه الكبيره، اللقاء المنتظر بين اكبر فريقين في افريقيا. على المستوى الفني في بعض المعطيات ممكن تدي يعني انطباع ان المباراه كمستوى فني ممكن تكون مباراه كبيره، ولا كمستوى فني ممكن تكون متوسطه بسبب ان الفتره الاخيره كان في راحه سلبيه للفريقين حوالي اكتر من 20 يوم. برضو على مستوى القدرات الفنيه للاعبي كلا الفريقين، الاهلي عنده لاعبين دوليين، الترجي عنده لاعبين دوليين في المنتخب التونسي، فالمعطيات دي ممكن تدينا اجابه على شكل المباراه على المستوى الفني ممكن تكون باي انطباع يا كابتن راضي. والله يعني سؤال جيد. بالنسبه لي انا المقابله سوف تكون مقابله كبيره يعني من كل النواحي الفنية والتكتيكية والتحضيرات يعني بالنسبة للفريقين، خاصة أننا متابع للفريق الترجي التونسي، يعني التحضيرات والتركيز كبير ياسر من الفريق. يعني الفريق الترجي التونسي دخل في تربص وممكن في وسط التربص يعني لعبوا بعض المقابلات الودية، يعني هذا بالطبع ليبقي اللاعبين في اللياقة متاعهم ويعطيهم يعني اللياقة البدنية اللازمة في يوم المقابلة. ونتصور يعني الأهلي المصري في نفس الخطوة وفي نفس الطريق، يعني تحضير المقابلة هذه نعرف اللي ممكن الفريقين مخذوش وقتهم في المدة الأخرانية ما لعبوش مقابلات، لكن مهمة المعد البدني مهمة يعني أكيد مهمة، ويلزم على المعد البدني يبقي على اللاعبين في المرتبة اللي لازم تكون بالنسبة لهم ليلعبوا باش يكونوا حاضرين في المقابلة يعني يوم الغد. اكيد. طيب كابتن شريف برضو عايز يدخل معنا في الحوار لو في تتكلم على الفرقتين حتى مع كابتن راضي. كابتن راضي بنرحب بيك. كابتن راضي وبيك عايشك حبيب. كابتن شريف انا بشوف مقومات الفرقتين مقومات بطوله الحقيقه، يعني فرقتين على نفس القدر من المستوى ان هم يكونوا في الفاينل. انا اعتقد ان سرعات فريق الترجي وسرعات كونتر اتاك بتاع فرقه النادي الاهلي واحترامهم لبعض بكره هيبقى دي هي اللغه اللي احنا هنتفرج عليها، زي ما حضرتك اتفضلت وقلت التطبيقات او الدوافع اللي هتبقى موجوده في الملعب بكره بالنسبه للفريقين. لكن هناك فرصه كبيره جدا للفريق الاهلي انه بيلعب خارج ارضه، في كل هدف بيحرزه بيكون ليه قيمه، حاول يخرج باحسن نتيجه. بس انا
شايف ان فرقه الترجي السنه دي غير السنه اللي فاتت الحقيقه حاجه محترمه جدا، وبتمنى زي ما سيادتك اتفضلت وقلت ان يكون اللقاء على مستوى اسم الفريقين. بالطبع بالطبع انا معاك في نفس يعني التخمين. بالنسبه لي يعني الترجي التونسي الفريق السنه في اكثر الافراد يعني افراد محترمه، مفراد عندها يعني قيمتها في الفريق وتنجم تقوم بأي يعني يعني العمل نتاعهم في وسط الميدان، ينجم يقوموا بالفارق يعني لاعبين كيما الهوني البدري بن رمضان اللي هو من أحسن اللاعبين في البطولة التونسية توا، كوليبالي اللي يعطي أكثر توازن للفريق، أظن كلهم يعني حمدي نجاز هذوما كلهم يعني يكونوا قوة الفريق، وخاصة يعني كما قلت لك يعني حسن التعامل في وسط الميدان وحسن والخبرة اللي عندهم تعطيهم يعني الفرصة باش يكونوا من أحسن الفرق في 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 إفريقيا. وبالنسبة للفريق الأهلي شفنا يعني في الفترة الأخرانية فريق الأهلي شفنا يعني وجه جديد في العام الاخرانيين، خاصه في العام الاخراني مع بيتسو موسيماني اللي اعطاهم يعني نوع من الفلكسبيليتي كما يقولوا يعني في وسط الميدان، وشفنا تحركات خاصه الثلاثه الاربعه الهجوم يعني ثقه واكثر منها نجاعه هجوميه اللي تخلي الفريق خطير في الهجوم. أكيد. يعني شريف، عفشة، شحات، معناتها لاعبين يقوموا بالفرق، وخاصة اللاعب ديونغ كيما كوليبالي في الترجي يعني يعطي أكثر اتزان عند يعني عندما يخسر الكرة، وذا يعني وذا يخلي اللي المقابلة تكون باش تكون مقابله كبيره ياسر، وخاصه في وسط الميدان. انا حسب رايي لانه الفريقين الاثنين يلعبوا حسب رايي نفس الطريقه 4-3-3 الاهلي والترجي التونسي يلعب 4-2-3-1، يعني ممكن وسط الميدان هو باش يكون المفتاح بالنسبه للفريقين، واللي يعرف كيفاش يتعامل في وسط الميدان ويعرف كيفاش يستحوذ على الكره ممكن هو الفريق اللي يربح في المقابله. طيب الكابتن اسامه عربي برضو كان في جزء عايز يتدخل معاك في الكلام. كابتن راضي اتفضل. كابتن اسامه اهلا وسهلا بك يا كابتن راضي. السلام عليكم كابتن. نجم كبير طبعا في الكره التونسيه، بحكم خبرتك الكبيره برضو، انت شايف انت طبعا اتكلمت على الفرقتين بشكل كويس، بس شايف يعني اكتر العناصر تاثيرا بالذات في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في في الزهراء الاجناب وفي الاطراف، يعني انت اتكلمت على أفشة وشريف، لكن بقيه اللعيبه مين شايف مكمن الخطوره اللي انت ممكن تبقى شايف انه مؤثر بالنسبه للاهلي او الترجي التونسي يعني في الاطراف بالذات؟ بالنسبه للترجي التونسي انا الحقيقه معناتها بالنسبه للاهلي المصري انا الحقيقه تفرجت على المقابله الاخرانيه في السوبر كاب وشفت يعني الخطوره جات من شريف وعفشه، ولكن التحركات نتاع شحات وعمر ومحمد طاهر طاهر محمد يعني تحركات يعني غير كيفاش يقولوا يعني غير تقليديه، وذا كما قلت لك يعني التحركات هذه اعطت اكثر خطوره للفريق الاهلي، ويلزم الفريق اللي يلعب ضد الاهلي يكون الدفاع نتاعو يعني يعرف التحركات هذه ولا يفهم اللاعبين لكي معناتها لايقافهم. لكن في الوجه الاخر شفنا الترجي التونسي خاصه في المقابلات الاخرانيين دفاعيا منظم، يعني فما نظام دفاعي وفما يعني حسن التصرف في الدفاع، لكن
لكن شفنا زاد الترجي التونسي ينجم يكون اختير خاصة في وسط الميدان عن طريق بن رمضان البدري وبعض الأحيان يعني كوليبالي اللي يطلع ولا هو اللي يعطي يعني الركيزة الأولى للفريق. وبالطبع يعني مع غياب الخنيسي فما يعني صمد اللي هو لاعب يعني قوي البنية يعرف كيفاش يتعامل مع الكرة وخاصة خطير يعني في وسط المنطقة 18 متر. يعني كما قلت لك يعني كل فريق عنده نقطة قوة نتاعه وحتى ولو يعني الأهلي يلعب خارج ميدانه في تونس لكن باش يكون خطير ممكن باش يكون أكثر منظم دفاعيا لأنه يلعب في خارج ممكن بيتو موسيماني ما يحبش يقبل أهداف لكن يحب يسجل أهداف ممكن ياخذ حذره في أول المقابلة لكن يحل في وسط المقابلة ممكن يحاول باش يسجل أهداف. وبالنسبة للترجي التونسي يعني يلزم يسجل أهداف يلزم يسجل أكثر أهداف يعني يطمن على النتيجة. نتيجة لقاء الذهاب أكيد. كابتن راضي الجعايدي نجم الكرة التونسية أنا بشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة ودايما بنسعد بمتابعتك وبوجودك معنا دايما عبر شاشة قناة الأهلي. شكرا جزيلا. نتمنى نشوفك هنا في مصر المباراة الجاية بإذن الله. إن شاء الله. كان كلام مهم جدا يا كابتن شريف يا كابتن أسامة. لكن عايز أرجع بقى للجزئية اللي قلتها في البداية قبل ما أطلع لفصل. فكرة إن المدير الفني بيتعامل مع اللعيبة على فكرة إن هو يجوعهم كورة يخليهم مشتاقين للملعب. وضربت المثل ب 2016 لما حضرتك كنت موجود مع مارتن يول وانا شفت ده في الرباط في المغرب قبل مباراه الوداد وكسبنا الوداد في المغرب بحضور جمهور. نفس الامر اعتقد بنفس الظروف شويه في تونس. الفريق واخد راحه لفتره رايح تونس التدريبات ما كانتش بالكثافه وضغط الماتشات كانت موجوده قبل كده يا كابتن اسامه. في نقطه مهمه جدا يا محمد بنتعلمها على طول في التدريب. يقول لك الراحه والتدريب وجهين لعمله واحده. يعني مش في ناس متخيله انك انت طول ما انت بتضغط على اللعيبه في التدريب والمباريات هو ده اللي بيجهز اللعيبه جدا. ده طبيعي في الاوقات اللي هي بتكون انت فيها مريح. فالمدرب الشاطر اللي بيعرف يوازن بين التدريب والراحه امتى يمرن وامتى يريح لعيبته لما بيحس ان هم تعبانين. لانه البني ادم ده مش آلة وحتى الآلة بتتعب. البني ادم في جزء او الهيكل بتاعه فيها العظمي العضلي العصبي كل دي حاجات في مكونات البني ادم. لو انت اشتغلت في التدريب باحمال عاليه جدا احمال عاليه سواء تدريب او مباريات زي ما حصل للنادي الاهلي الفتره الاخيره. النادي الاهلي لعب عدد مباريات بشكل متتالي كبير جدا. ده بيجهد الجهاز العصبي. هي المشكله انه الناس بتقول مثلا ليه الاداء وحش ليه الاداء بيقل ليه الاخطاء الكتيره في التمرير. ما انت اللعيب طول ما هو مرهق بدنيا الجهاز العصبي اللي هو بيحرك البني ادم ومخه بيجي يعمل التمريره المفروض العبها اشوت بدقه كويسه هتلاقيها في السماء. المفروض اعمل السرعه مثلا سبرنت يبقى بتاعي حاد تلاقي في تقل في الجري. المفروض الضغط اعمله كويس. كل ده الجهاز العصبي تعبان. عايز اقول لك حاجه. المفروض نتمرن ونتعشى وننام طبعا ونصحى بدري نعيش حياه لاعب كوره احترافي خاصة لما تبقى عندك بطولات زي دي ومباريات مهمة. هو ده الجهاز العصبي اللي أنت بتتكلم عنه. إنما أنا حرهق نفسي في لغاية الساعة 2 الصبح أو 3 الصبح وبتفرج على مباريات أو بتفرج أو أنا خلاص ظبطت جهازي العصبي يا أسامة على إن أنا أنام الساعة 2 الصبح دي أكتر حاجة مرهقة لينا إحنا كلاعيبة كورة. طبعًا يعني بس المرحلة اللي بتتكلم عليها لازم تعيش تواكب تساعد أسامة ومارتن يول وبيتشو وميسوماني. يعني اللعيبة كمان عليها شق كبير قوي في إراحة عضلاتها طبعا راحت نفسها طبعا هو طبعا. ده الاساس انك بتشتغل لاعب كوره فهو ده الاساس عندك. ازاي تريح نفسك ازاي لما يبقى بعد الماتش بيديك اسامه بيديلك راحه تنزل المختص تدلك تروح بيتك تشوف حياتك الطبيعيه
عندك ليميت في السهر، عندك ليميت في كل حاجه، الاساس بتاعك انك لاعب كوره. اعتقد انك عملت كده انت بامكانياتك وبتساعد تساعد نفسك وبتساعد الجهاز الفني معاك، وبتلاقي في طفره، تلاقي السبرنت بتاعك بتاع تاني يوم فارق. عشان انا عندي زي ما اسامه بيقول الجهاز العصبي ده مهم جدا، انك انت مش واخد يعني مش واخد راحتك في النوم، مش واخد راحتك في مش هتنفذ. فهي دي برضو في شق كبير جدا على لاعب الكوره يعني. طيب انت لما رحت المغرب قعدتوا 6 ايام ما رحتوش الملعب الا مرتين. ما هو ده اللي بقى انا بقوله لك. ما هو دي بقى خبره المدرب الشاطر اللي بيعرف احيانا من مع طبعا مدربين الاحمال بتوعه مع عينه، انه شايف زي ما انا بقول لك، بيحس باللاعب انه السبرنت بتاعه مش السبرنت الطبيعي بتاعه، التمريره بتاعته مش التمريره بتاعته اللي فيها دقه، التسديده بتاعته مش هي لانه تعبان. فمفروض انه زي ما بقول لك مش بكتر التدريب، بالعكس في وقت معين انت محتاج تريح اللعيبه زي ما كابتن شريف بيقول لك، من ناحيه بقى تعمل استشفاء بالمغاطس والحاجات الحديثه، التلج والتدليك والكلام ده، النوم النوم لازم يبقى مريح كويس جدا، لانك انت حتى كبني ادم عادي بتعمل شغل فتره معينه وما نمتش كويس بتقوم تاني يوم مرهق، فلازم لان النوم ده يعتبر الاساس اللي هو الاستشفاء الاول بتاع البني ادم لربنا بشكل عام، ونوم بالليل مش طبعا. نوم الصبح لا، الفتره بتاعت بالليل دي لينا كلنا العيان مش للانسان الطبيعي اللي بينام بالليل كويس، هو اللي بيقوم فريش بيستقبل يومه يعني. مزبوط. هل وقتها اللعيبه ما كانتش مستغربه؟ ما انا هقول لك احنا نفسنا كجهاز فني احنا اولا رحنا كان مفروض ان احنا كسبنا هنا، بس هو في جون لمؤمن زكريا جون في 100% ما اتحسبش، وده فرق معنا في البطوله، كان لازم تكسب البطوله دي، كان لازم نروح نكسب. فاحنا رحنا زي ما انت قلت طبيعي انك في تدريبات يوميه مظبوط، فاحنا جينا في يوم قبل اللي هو اليوم اللي قبل الاخير، انت اليوم الاخير اللي قبل المباراه ده بيبقى تدريب بسيط جدا، ساعه بس تمشي في الملعب يعني حاجات بسيطه، ضربات ثابته بتعملها، جمله هو عايز يعيد عليها، بتبقى مش حمل عالي يعني، بيبقى حمل بيبقى متوسط او خفيف، اللي هو اليوم اللي قبل المباراه. اليوم اللي قبليه غالبا بيبقى هو الشغل كله. فاليوم ده مستر مارتين قال لك لا، مش هنروح الملعب خالص، يعني الطبيعي ان انت بتبقى اللعيبه عايزه تروح تشوف الملعب اللي هتلعب عليه والكلام ده لكن لا مش هتروح الملعب خالص. فكانت مفاجاه بالنسبه لنا، رحنا دخلنا الجيم شويه مع مدرب الاحمال، حاجات خفيفه جدا، حتى في حاجات خلاها حر للاعب هو اللي يعملها، يعني ادى خطوط عامه بس في حاجات حر. وبعد كده اللعيبه في حمام السباحه عادي جدا، وحتى كمان كان في مش بس كانت حمام السباحه كان جزء مثلا خاص للعيبه، لا بالعكس ده كان في نزلاء في الحمام وكده، مظبوط، يعني نزل اكنه يوم اكنه يوم فري للعيبه اللي هو اليوم اللي قبل الاخير. فطبعا انت لما بتشوف ده، في مدربين ممكن يقول لك ده راجل مجنون، الفرقه هتفك، ايوه، او الفرقه هتفك، او الراجل ده ما بيفهمش في التدريب. بس طبعا انت بتتكلم على واحد زي مارتن يولي، يعني واحد مرن توتنهام 10 سنين وبتاع، هو بخبرته عارف ان اللعيبه محتاجه راحه اكتر ما هي محتاجه تدريب. اللعيب محتاج يريح نفسه ويطلع من الضغط المباراه، يريح بعده عن الضغوطات كلها، مظبوط كده. فبرضه مستر موسيماني الفتره اللي فاتت لعيبه الاهلي لعبت عدد ماتشات، احنا في الاستوديو كنا بنتعب يعني، انت كل يوم 10 ماتشات في شهر، كل يوم مسافر مش عارف المحله، رايح جنوب افريقيا، ما طبيعه تتعادل وطبيعه تتغلب، هو ده رد الفعل، ففي تعب وفي اصابات. فلما جاء فتره ال 16 يوم الاجازه دول او 17 يوم اللي هي الراحه اللي هي ما فيهاش، انا واحد من الناس كنت متوقع ومتاكد ان هيدي على الاقل 3 4 ايام راحه، هو ادى 5 ايام. ده الف به الناس فاكره انك انت كل ما هتتمرن ده احسن، لا بالعكس، انت الفتره دي اللعيبه محتاجه الراحه اكتر من التدريب، عندك لعيبه رايحه منتخبات مش هتريح تاني ومحتاج انه الضغط اللي كان فيه شهر ونص شهرين سفريات وبتاع، هو محتاج استرخاء، محتاج يخرج مع عيلته، محتاج يتفسح، محتاج يروح شاطئ، محتاج انت عارف حتى بالصدفه يا اسامه، فدي صدفه، علي معلول كنا محتاجينه يلعب ماتشات او راح ولعب، هو ده اللي كان محتاج خارج من الاصابات، خدت بالك
محتاج يخش انفورم سبرنتات حاجات لعب شوط في الشوط في 80 دقيقه. بوالي محتاج شغل. اه جاي عايز ينزل شويه راح مع فرقته او ما اعرفش جاي يسافر كان مع الفرقه هنا اجازه كان هنا مع الفرقه فكان في عندنا اربعه اعتقد افارقه او حد زي كده سافروا كل دول اللي كانوا محتاجين. اليوديانج كان مع منتخب اليوديانج يعني اليوديانج كان عايز راحه برضه اكتر واحد لعب يعني طبعا هي زي ما كابتن شريف بيقول هي طبعا بتبقى متقسمه بين لعيبه لعبت كتير قوي ولاعيبه راجعه من اصابات بس طبعا هو برضه بالاسلوب التدريب الحديث هو بيبقى كمان مدي برنامج اللعيب بينفذه حتى هو في الراحه. ده حصل فعلا لما ده طبيعي ده في طبيعي في الكوره دلوقتي ما فيش حاجه اسمها يعني تروح بمعناه ان انت ما تشتغلش اي حاجه تمام. لكن دي مهمه اعتقد ان شاء الله الجمهور الاهلي هيحس بيها في كم الجري في كم الحده في السرعه لما واحد بيعمل الضغط قوه العضله طبعا هيبقى مرتاح اكتر فدي طبعا حاجه مهمه جدا اعتقد ان شاء الله هتفيد لعيبه الاهلي في المباراه يعني. طيب كابتن شريف سؤال كده لان قبل ما اطلع للتقرير لان في لقاء مهم جدا عايزين نسمعه ونعلق عليه. هسالك سؤال له علاقه بالارقام شويه. الاهلي في مشواره في بطوله افريقيا احرز 19 هدف ودخل مرماه 6 اهداف من اول دور ال 32 لغايه المباراه صن داونز. 19 هدف ودخل مرماه 6. الترجي احرز 14 هدف ودخل مرماه 10 اهداف. الرقم ده بيديك مؤشر لايه؟ مؤشر ان في خط دفاع النادي الاهلي اقوى بكتير قوي وحارس مرمى يعني فارق كتير جدا بخبرته بادائه وبعدين النادي الاهلي دايما بيدور على الكلين شيت يعني ما ينفعش يخش في الجول ما ينفعش تخسر ما ينفعش تعادل ده المفهوم بتاع النادي الاهلي ما يتعرض له الترجي من خروج لعيبه ودخول لعيبه وحاجات كده يعني اعتقد ممكن يحطه في هذا الوضع يعني انما مش ما بتحسبش كده بتتحسب برضو. بتتحسب ان انت بقراك ازاي بشوف الثغرات اللي عندك منين بس انا شايف عندهم حاله تحرر يا اسامه يعني راجل ناحيه اليمين ده بيتحرر وبيروح لما عايز ناحيه الشمال شيتي ده ما شيتي. بيعتمد على دايما بيعتمدوا على كوليبالي انه يلم لهم زي ديانج عندنا كده ناحيه اليمين وناحيه الشمال في الشكل فبيبقى عندهم جرأه اكتر وخاصه ان هو ده حق مشروع بالنسبه له في ارضه ان هو هتلاقيه اكتر دايما مندفعين بالظبط انما انا عايز اقول لك على حاجه احنا نملك الحمد لله اذا كنا في المعادلات او في الاهداف او في الارقام احنا كسبنا 8 وهم كسبوا 4 تعادلوا معانا 10 مرات حاجه زي كده ان احنا من الفرق القليله قوي انك تحس وهي بتلعب ان عندها خوف من الخصم وده اللي ممكن يقتل اي حد يا اسامه انا ما بقى نازل خايف منك ده يضيع الدنيا كلها انما انا نازل طمعان فيك نازل اضغط عليك دي بتفرق كتير مع الفرق الكبيره اكيد يعني بثق في امكانياتي وبثق في لعيبتي وفي شخصيتي من تصويبات لضربات ثابته الحاجات كده بنفذ المفهوم في 90 دقيقه اللي انا رايح له بيواكب بقى كل الكلام اللي قاله لك اسامه من اراحه من العضلات من المفهوم اللي انا داخل عليه عشان الفاينل من قيمه اللاعبين كلهم أكيد. عمليه متكامله كلها مع بعض بتصب يوم المباراه ان شاء الله طيب نطلع نشوف تقرير وتصريحات مهمه جدا لمعين الشعباني في لقاء خاص مع قناة الأهلي مع الزميل العزيز فاروق صلاح نتابع في هذا التقرير تصريحات معين الشعباني ثم نعلق عليها بعد هذا التقرير ضرورة التسجيل ضرورة؟ أكيد بطبيعة الحال إذا المباراة الأولى معناها تلعب في الميدان بتاعك في المقابلة بتاعك تلعب على الأقل قدام نسبة قليلة من الجمهور إن شاء الله نستغلوا عامل الأرض والجمهور إن شاء الله نحاولوا معناها الفرص اللي جينا نحاولوا نجسموها وخاصة نحاولوا أن ما نقبلوش الجمهور التاريخي يرجع بعد غيابه لا نسبة قليلة أقل من 10% معناها من طاقة الاستيعاب ولكن عنا فيهم ثقة وما ساعات ب 500 شخص يتنقلوا معنا الخارج حدود الوطن ويعملوا معناها إفور كبير ويشجعونا وإن شاء الله غدوة إن شاء الله صوتهم يكون واصل للاعبين ويكون أحسن تحفيز لهم إن شاء الله كابتن معين دايما مباراة الأهلي والترجي في الفترة الأخيرة ما بتتحسمش في المباراة الأولى شفناها في نهاية 2012 الحسم كان في مباراة العودة شفناها أيضا في 2018 كان الحسم في مباراة العودة إزاي هتتعامل مع الماتشين؟ بطبيعة الحال أي مدرب عنده يلعب في نصف نهائي وعنده مباراتين ذهاب وعودة أكيد فما برشا حسابات في المقابلة الأولى وبعد تعرف بعد المباراة الأولى كل فريق باش يكون معناها واضح نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة للفريق الثاني والمعاملة متاع المباراة الثانية باش تكون حسب النتيجة متاع المباراة الأولى أكيد كل فريق باش يكون حذر فيها أكيد
كل فريق يحاول باش يسجل الماكسيمم معناها ويحاول انه ما يقبلش. على كل ان شاء الله نكونوا موافقين في الاختيارات تاعنا ان شاء الله. محمد علي في رمضان عنده انذارين وتتجنب الحصول على الانذار الثالث قبل مباراه العوده، تتعامل مع الامر ازاي؟ وايضا انيس البدري الاهلي عنده انذارات ولا اكيد عادي جدا نتعامل ان شاء الله. مباراة مهمة ومهمة بارش حتى على المستوى الذهني ساعة بالله لحظة ميكرويتكم سامحوني برسوكم وخليتكم خلينا نكملوا وقت كل واحد وحده. أكيد أكيد مباراة بالنسبة للترجي مباراة ساعة مباراة مصيرية على المستوى الذهني ساعة بالأخبار كل شيء. اي على المستوى الذهني يلزمنا يلزمنا نكونوا حاضرين اكيد على المستوى الذهني وعلى المستوى البدني والتكتيك بطبيعه. اذا تكون ذهنيا ماكش حاضر ما تنجمش تخرج من المباراه كما انت تحب. على كل اهم حاجه هو لوجورجي نهار المباراه ووقت المباراه، الساعه ونص نتاع المباراه لازم التركيز يكون عالي من الفريق الكل من ال11 اللي هبطوا خاصه حتى اللي باش ينزلوا الشوط الثاني ان شاء الله. شكرا. اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد ده كلام مهم جدا لمعين الشعباني بخصوص مباراه بكره. لكن اللي لفت انتباهي لما اتسال بالتاكيد على ممكن الغيابات بسبب الانذارات، لان اهم لعيب عنده انذارين، لو خد انذار بكره ممكن يغيب عن مباراه العوده. كابتن شريف تعليقك ورصدت ايه كده من انطباعات او ردود فعل لمعين الشعباني؟ هو في المقابله دي اهدى من قبل ما عقم علينا بعد مباراه سان داونز، وكان هو ما كانش عاجبه اداء الاهلي في المقابلتين يعني، ولكن فوجئ بالسوبر الافريقي حسب انياب النادي الاهلي ازاي في تاني هاف تايم في مباراه البركان، انه تعامل بشكل احترافي كبير جدا وراح على الجول اكتر من كم مره. فده يتعب اي مدير فني هو هيقابلك يعني، ابتدى يحس بشراسه هجومك بكونتر اتاك بتاعك، وجود فرقه زي الاهلي في ملعب الخصم من الناحيه الثانيه ممكن يصيبه، ممكن بنسميه احنا في الكوره يعوره يعني. فهو بيخاف من كده، فالراجل كان هادي جدا وهو بيتكلم يقول له عندك انذارات؟ قال له الاهلي ما عندوش انذارات يعني. عنده. انا زي ما قلت لك هم الحقيقه الاثنين الفرقتين قوام حقيقه فاينل يعني. ف وقالها هو، قال لك اللي هيلعب احسن، اللي عنده سرعات احسن، اللي هيكون حالته البدنيه احسن في الملعب هو اللي هيكون لي صوته. وهم مقابلتين، اتمنى ان انا يكون ليا في المقابله الاولانيه الحق، الكلمه العليا، الكلمه العليا في البتاع. وهي فعلا ساعه ونص زي ما هو قال، انا حاسس ان هو هادي المره دي يعني، بيتكلم بالشكل المدرب المحترف يعني. اكيد. طب كابتن اسامه، لما يكون عندك لعيب مميز زي محمد علي بن رمضان ومهدد ان ياخد انذار فيغيب عن مباراه العوده، انت كمدرب بتحسبها ازاي؟ ولازم يبدا ولازم يلعب. اول حاجه ما اقلقش اللعيب بتاعي، لان قلقته هيبتدي ما يأدلكش كويس في المباراه. انت اول حاجه بتفكر فيها التسعين دقيقه الاولى اللي هي البدايه. صحيح ممكن التسعين دقيقه ما تحسمش، بس انا مش هفكر في التسعين دقيقه الثانيه قبل ما افكر في التسعين دقيقه الاولى. هو دلوقتي كل همه، هو طبعا يتمنى من جواه كمعين الشعباني انه محمد علي بن رمضان، لانه فعلا اخطر واحد فيهم، جاب لهم 5 تجوان وبيكمل كتير على الجون، وجاب لهم جون حلو جدا في مباراه الشباب بالوزداد، الجون الثاني عملها تسديد، هو بيسدد دايما على ال 18. عملها حلوه قوي، عملها بليسنج من اقصى الشمال لاقصى، من اقصى اليمين لاقصى الزاويه الشمال اللي هو الجون الثاني. بعد كده بعضهم ابرز اللاعبين اهو. مظبوط، ده حقيقه، ده حقيقه. هو وبن غيس، عبد الرؤوف بن غيس، عبد الرؤوف بن غيس هم اخطر اثنين، معاهم حمدي الهوني ناحيه الشمال وحمدي نجاز في العرضيات كمان. وطبعا طبعا طبعا حمدي نجاز لعيب كويس، والياس شتي الظهير الايسر طبعا ممتاز برده، ولكن اخطر اثنين في فرقه الترجي في التكمله على المرمى. ودي عشان كده نص ملعب النادي لازم ياخد باله ديانج والسوليه اللي هيلعب، اللي هو محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلان لا وبن طبعا ساعات بن غيس ما بيلعبش، لكن بن غيس هداف. خالد عباسط لا طبعا، ما كل دول راس حربة محطة، بس انا بتكمل دول بيكملوا تملي من نص الملعب بيجيبوا جوان يعني. عبد الرؤوف بن غيس بيجيب لهم اجوان كتير، حتى جون الزمالك هنا هو اللي جايبه لهم، الجون الاولاني في الشباب الوزداد هو اللي جايبه، التمريرات البينيه حتى بيعمل 22 تمريره بينيه، فهم خطيرين في نص الملعب. انا ما افتكرش انه هيلعب بنيس البدري اساسي يعني.
أنيس البدري بقاله أربع أيام ما بيتمرنش، أول تمرين كان امبارح فمش عارفين لسه الموقف. بس هو آخر مباراة اللي هي شباب بلوزداد، وما خسروا شباب بلوزداد الأول 2-0 بعدين كسبوا 2-0. ما كانش ابتدى. لا لا ابتدى. وغيروا؟ ابتدى ابتدى. وغيروا في الآخر؟ أنيس البدري ابتدى تمام. فطبعا محمد علي بن رمضان مش كان كمدرب مش هقلقه لأن أنا عندي المباراة الأولى الأول. هبقى من جوايا أتمنى إنه ما ياخدش الإنذار الثاني. ولكن مش يعني هلمس له بس، لكن مش هيلحقه عشان ما يبقاش هيلحقه دلوقتي، هيلحقه في مباراه الاهلي لا قدر الله، ولو هو افرض ما وصلوا فاينل هيلحقه في الفاينل. يعني بالزبط. قصه الانذار دي بتلحق اي لعيب، هي مساله نفسيه اكتر منها. يعني تمام. وزي ما قال اسامه مش هتديك حريه انك تلعب لا بامكانياتك الطبيعيه، فعشان كده لازم اسيبه يعني ما اقلقوش فيها يعني. طيب اوكي، اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي الفقره التحليليه والكلام، لسه عندنا كمان تفاصيل مهمه بخصوص مباراه الترجي والاهلي بكره ان شاء الله في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد دلوقتي هنتكلم على التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي. كابتن اسامه، فريق الترجي في التشكيل المتوقع بالنسبه لنا ما بيتغيرش كتير الا في ظروف يعني محدوده قوي. بكره ممكن رؤيتك شايف التشكيل ممكن يبقى ازاي؟ بنفس المجموعه اللي كانت موجوده في ماتش شباب بلوزداد، ولا ممكن يبقى في تغيير؟ هو عامه القوام خلاص ثبت للفرق اللي وصلت للنهائي خلاص. حتى النادي الاهلي اذا ما فيش اصابه لا قدر الله، ما فيش بتاع، بنسبه 95% التشكيل خلاص انت بتبقى عارفه. ممكن يحصل تغييره في واحد، بالكتير في اثنين، لكن على الاقل هتلاقي تسعه بيلعبوا. فهم عندهم يعني معز بن شريفيه وفاروق بن مصطفى، غالبا معز بن شريفيه هو اللي بيلعب، لكن ساعات بيلعب حمدي النجاز على طول هو الظهير الايمن. طبعا حمدي النجاز خطورته في انطلاقاته الكبيره والعرضيات بتاعته دقيقه جدا، بينقل الملعب كله مظبوط، وعرضياته خطيره. يمكن هو دفاعيا مش قوي زي النواحي الهجوميه والعرضيات بتاعته، وشفنا في ماتشين الزمالك كان ممتاز، ماتشات برضو الاخيره بالنسبه لشباب بلوزداد نفس الشيء. ناحيه ثانيه الياس شتي مهاجم يعني باك، زي ما هنقول على علي معلول باك مهاجم، يعني تملي كرات عرضيه متحرر، تملي متحرر، تملي بيكمل. فالباكين عندهم الجزء ده كويس اللي هو العرضيات والتكمله الهجوميه. عندهم عبد القادر بن بدران وخليل شمام، وخليل شمام اصلا كان ظهير ايسر، بس طبعا بحكم السن التعاف لعب الاطراف بيحتاج انطلاقات كتيره ورجوع ارتداد كتير وكده، فهم ابتدوا يوظفوه في قلب الدفاع. خبرته كبيره جدا ولكن بطيء، مخزونه البدني مش بطيء وعنده بطء شويه. هو كراته العرضيه دقيقه، بس هو بقول لك ما بقاش يلعب على الطرف، هو بيلعب في قلب الدفاع، ولكن في الضربات الثابته بيعملها كويس قوي. لما يجي فاول على 18، لو الكورنرز والحاجات دي بيعملها كويس، الفاولات تمام. وعبد القادر بدران جنبه. بعد كده فوسيني كوليبالي اللي هو الافريقي، هو ده اللي بيبقى قدام المدافعين وبياخد الشغل، زي ما احنا بنقول مثلا ديانج او طارق حامد في الزمالك او السوليه، اللي هو رقم 6 اللي هيفضل لو تقريت 4-1 4-1، بس هو اللي شايل الاربعه الدفاعيين. ايوه تمام. واثنين قدامه غالبا بيبقى غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان، وثالثهم اللي بيلعب رؤوف بنغيث. يعني ساعات بيبدا محمد علي بن رمضان ورؤوف بنغيث او غيلان الشعلالي. تمام. الاثنين دول ميزتهم انه بيكملوا تحت راس الحربه خالد عبد الباسط، وخطورتهم ومحمد علي بن رمضان هو اللي جايب 5 تجوان، وغيلان غيلان برضه بيشوط وكده، ويعني هما الاثنين اللي بيكملوا مع الجناحين اللي هو حمدي الهوني طبعا خطير. الناحيه الثانيه انيس البدري طبعا معروف خبرته، خالد عبد الباسط راس حربه محطه وقوي وعنيف وبيشترك في الكرات العاليه. هي خطورتهم كمان في الضربات الثابته، ودي معروفه حتى في الكره التونسيه وشمال افريقيا عامه. فانا اتمنى يعني التوفيق لينا، لكن النادي الاهلي خبرته اكتر وهو البطل بإذن الله، وان شاء الله هو يكون التفوق ليه. طيب كابتن شريف، سؤال اخير، هل الترجي ممكن يلعب بطريقته المعتاده 4-1-2-3، ولا بكره 4-1-4-1؟ 4-1-4-1. هو بص، الترجي بكره زي ما قال الخبراء او زي ما قال المدرب او زي ما قال كل الدنيا، عايز يعمل حاله استحواذ لمنتصف الملعب. زي ما قال كابتن جعيد اللي احنا دخلنا معاه في المداخله، قال لك صمام الملعب كله هو خط الوسط،
فهو اللعيبه بتاعته اللي هي على الاطراف زي حمدي الهوني وزي انيس البدري او ما يواكب انيس البدري اللي هيبقى موجود هيبقى بيغذي مع بن غيث ومحمد بن رمضان المنطقه دي. هيفضل ثابت كوليبالي زي ما قالك اسامه، هو ده نقطه الوصل بين خط الدفاع ومنطقه الوسط. فهو ده الاربعه واحد، الاربعه بينزلوا نص ملعب عايزين يعملوا عليك حاله استحواذ في تقدم بعد كده. الاطراف بتاعته حمدي النحاس والشيتي كل ده بالنسبه لك انت كويس قوي ان هم بيرجعوا لورا، كويس قوي ان هم بيحضروا من تحت قوي، انما مش على طول عاملين لك محطات اماميه بتبقى أكيد. محتاجه كره طويله بترهق الدفاع بتاعك او الزيارات الكتير محمد شناوي. كل التوفيق لعيبه النادي الاهلي بيقروا هذا السيناريو الحقيقه بهدوء خالص و باذن الله هنقول انا واسامه بنتمنى ان الاهلي يكون ليه سبق التهديف في المباراه باذن الله. كابتن شريف عبد المنعم نورتني وشرفتني وسعيد جدا بالحوار معاك، وقدر الامكان حاولنا يعني نعمل اطلاله كده سريعه على فرقتين الاهلي والترجي قبل مباراه بكره ان شاء الله. سعدت بيك وسعدت بكابتن اسامه وبكل توفيق النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عرابي انا بشكرك، نورتني وشرفتني وكانت فرصه طيبه يعني اتكلم على مباراه 2016 لان في احداث كتيره مترتبه بمباراه بكره مع الاهلي والترجي. اه مظبوط طبعا، فرقتين كبار ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي واكيد نتمنى المباراه تطلع بشكل كويس. وسعيد بوجودي معاك وكابتن الكبير شريف وجماهيرنا اللي احنا سهرنا جماهيرنا العظيمه في كل مكان. طيب مشاهدينا الكرام بالتاكيد بنشكركم طبعا على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله ان شاء الله مباراه بكره هي مباراه من شوط واحد، الشوط الثاني هيكون في ملعب الاهلي والسلام، وباذن الله ان شاء الله كلنا ثقه في القيادات وفي كل السلطات الفتره الجايه ان يكون في حضور جماهيري باذن الله في لقاء العوده بعد اسبوع، خاصه بعد ما الاتحاد الافريقي اعلن النهارده بشكل رسمي موافقته على حضور جماهيري في كل مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا سواء في تونس او في المغرب، وفي انتظار لقاء العوده ان شاء الله في القاهره الاسبوع القادم. كل التوفيق يا رب لفرقه النادي الاهلي بكره تعمل نتيجه ايجابيه ولما لا تكون فرصه طيبه تساعد الفريق على التاهل الى مباراه كازابلانكا يوم 17 يونيو. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.